ومرحبا بكم، صباح الخير متابعينا الكرام متتبعي قناة الشعب قناة شوف تي في في هذه الفسحة الزمنية المباشرة من برنامج مورنينغ رياضي اللي كتابعوه معنا متابعينا الكرام كل صبيحة من أجل مناقشة كل ما يهم كرة القدم الوطنية على المستوى القاري، وكذلك غادي نعطيكم نتائج الأقسام الوطنية بكل نتائجها وبرامجها. غادي نحاولوا في هذه الصبيحة اللي كيرافقوني فيها محللين القناة وزملاء كل من محلل القناة سي هشام جوعة اللي كيرافقني في هذا الصباح هذا. سي هشام صباح الخير. صباح الخير خالد، صباح الخير منير حكم دولي، وتحياتي للمشاهدين الكرام اللي يتابعونا على المباشر. كذلك معنا الحكم الدولي ومحلل القناة منير مبروك، صباح الخير. صباح الخير سي نويرة، صباح الخير العميد هشام جوعة، صباح الخير الاخ أسامة اللي غيأمن لنا ان شاء الله النقل ديال المباشر ديال هذه الفقرة هذه، والمشاهدين الكرام. اكيد، وكذلك رافقنا هنا على المستوى التقني مخرج هذه الحلقة اللي كنتمنوا ليه كنشكروه الشكر الجزيل، وكنتمنوا له التوفيق أسامة من هذه الحلقة. كذلك متابعينا غادي تكون خطوطنا مفتوحة من أجل التواصل وكذلك إبداء الآراء ديالكم في هذه الصبيحة، ونفتحوا النقاش معكم على رقم البرنامج 0522 89 69 81. يعني دائما النقاش لا زال مفتوح، اللي كنا كنتمناو أننا ما نكونوش كنهضروا بعاد عليه، لان المحاور ديال هذه الحلقه غادي تكون كتالي، فيها تداعيات وتطورات يعني المشكل اللي مفتعل من طرف الجاره مع النهضه البركانيه قبل اللقاء اللي غادي يكون مساء اليوم ابتداء من الساعه 8 امام فريق اتحاد العاصمه برسم كاس اتحاد الافريقي. كذلك غادي نعطيكم نتائج العصبه الاحترافيه لقاءات نصف النهائي اللي تجرات البارح، كما غادي نعطيكم نتائج القسم الوطني الاول والقسم الوطني الثاني، بالاضافه الى البرنامج الكامل ديال هذه اللقاءات المتبقيه، ونناقشوا المقابله. كذلك غادي يكون عندنا النقاش اللي هو اهم، لاننا كنعرفوا تداعيات القضيه كيفاش بدات وفين وصلت، فكنتفاجئوا فريق النهضه البركانيه يعني حاول انه يسافر بكري كيف ما كنعرفوا جميعا، لاننا غاديين لواحد البلاصه اللي هي اصلا ما مضمونه فيها حتى حاجه، فاستطاعوا ان النهضه البركانيه يحصلوا على طائره خاصه ماشي من الخطوط المغربيه باش يتفاداو هذاك الاشكال ديال انك ما خصكش تدوز فوق سماء الجاره. ملي داروا هذه الامور هذه ووصلوا للمطار هواري بومدين، لقاو اشكال اخر هو ان الاقمصه ديالهم غادي تحجز ديال التدريب ولا باش غادي يلعبوا غادي تحجز، علاش؟ لان القميص كيحمل خريطه المملكه المغربيه. وهنا وقع النقاش، وقعت الملابسات. كاس الاتحاد الافريقي كان واضح، يعني بعد مد وجزر كان واضح في القرار اللي خدا. البارح تجرات الحصة التدريبية بدون أقمصة ديالهم اللي بقى ما وصلتهمش، وكذلك دار الاجتماع التقني مازال ما توصلوش، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور هذه الصبيحة ولا زوال اليوم. سي منير مبروك، يعني كنبقاو نحللوا كنبقاو نبغيو زعما غير نفهم، في بعض الاحيان كتلقى راسك انك كتعامل مع واحد النوعيه ديال البشر اللي لا ديان ديالها هو الصداع. نعم، ف تابعنا الاسبوع الماضي وسط الاسبوع تابعنا مقابلات في الروعه، تقنيا تكتيكيا بدنيا تحكيميا حضور جمهور تنظيم، شنا كيف تنقولوا الامور كانت على ما يرام باوروبا. في نهاية الأسبوع كنا عارفين بأن وسط الأسبوع تكون أوروبا، نهاية الأسبوع كاينة إفريقيا، وهذا الشيء ما غريبش على إفريقيا، فضروري في إفريقيا يكون رواج المسابقة تخرج لك شي حاجة. مقابلة ديال رادس والوداد،
المقابله ديال الاهلي والوداد في الدار البيضاء والمشكل ديال المدرجات، هما عندهم غير 50 متفرج وبغاو بلاصه فيها 11000 مقعد. النقد التلفازي، الاعاده ديال النقد التلفازي ديال مقابله حساسه اكادير والزمالك، النهائي اللي لعب ديال باملا كتيسيما بين الزمالك وبركان. اذا في كل مسابقه سبحان الله العظيم كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. ف في هذا الملف هذا ديال النهضه البركانيه اخي نويره سي هشام، فالنهضه بركان ينتصر والصحراء المغربيه رغم انف نظام العسكر. هذا هو العنوان البارز ديال هذا الموضوع هذا. النهضه البركانيه ينتصر والصحراء المغربيه رغم انف نظام العسكر، لان هما بغاو يخلطوا الامور، ما هو رياضي وما هو سياسي. اللي كان منتظر هو يستقبلوا اتحاد العاصمه تستقبل النهضه البركانيه ويكون ممثل ديال الاتحاديه الجزائريه ويكون استقبال عادي، ياخذوا الحافله ديالهم يمشوا للفندق يتعرفوا على الملعب ديال المقابله، يديروا فيه واحد الحصه تدريبيه، يديروا واحد الدويره في المدينه اللي يلعبوا فيها، ويحضروا الاجتماع التقني الكاتب الاداري والرئيس ديال الفريق او من ينوب عنه في الاجتماع التقني مع حضور ممثل ديال لاكاف، ويهضروا على ما هو تنظيمي، ويحضروا الامن، ويحضروا الناس المنظمين ديال المقابله، ودوز المقابله بخير. اللي انتصر غادي نصفقوا ليه، لان باقى مقابله الاياب، لان هذه غير غير الشوط الاول من المقابله، فيه ذهاب واياب. فقليل من يعلم، وحنا كنا خاطئين انا وهشام جويعه، ماشي كنا خاطئين، طالب من النهضه البركانيه ان تكون السباقيه وان تراسل الكاف بالفعل. بركان سافرت يوم الجمعه، لكن بركان راسلت الكاف يوم الثلاثاء 16 ابريل. وقليل اللي تعرف هذه المعلومه هذه، وفاش باش زادت بينات هو الجواب والمراسله ديال الكاف البارح. بناء على مراسلتكم يوم 16 ابريل، هل اللي غنديروا؟ اذا الكاف توصلت برساله يوم 16 ابريل نهار الثلاث. بركان صيفطت للكاف قالت لهم انا راه لعبه في الجزائر، الله يخليك بغيت الامور تكون مضبوطه، وعندك يوقع لي شي مشكل في المطار، وعندك يوقع لي مشكل هنا، وعندك يوقع لي مشكل هنا. اذا كانت الامور استباقيه. وهذا الشيء شنو اللي جابوا؟ هو التجربه ديال المسؤولين ديال بركان. فاش نقولوا بركان الوداد الرجاد والناس يسافروا دائما، هما المسؤولين ديال الجيش الملكي. فالكاف بالامس كانت حاسمه وراسلت الاتحاديه الجزائريه، ونسخه مشات للاتحاد العاصمه، والرسالة كانت على الشكل التالي: مدام nous accusons bonne réception de votre lettre datée du 16 avril. إذا جاتنا واحد المراسلة يوم 16 أبريل. dans le contenu par rapport à la carte représentée sur le maillot du club Barkan a été bien retenu. nous aimerons vous informer que le cas a été soumis au comité des compétitions interclub de la CAF qui s'est réuni en ligne aujourd'hui de واحد الشيء مع برزوم pour prendre une décision concernant l'édite maillot. nous tenons à vous communiquer la décision de la commission à maintenir à l'approbation initiale de maillot accordé au début de la phase de groupe de la compétition. par conséquent, nous vous informons par la présente que le club Barkan est autorisé à utiliser les maillots pendant le match mentionné. À cet égard, nous demandons à la Fédération algérienne de football de prendre toutes mesures nécessaires de faciliter la libération de l'équipement en question à la douane de manière urgente afin d'éviter de perturber les aspects d'organisation du match. Nous comptons sur votre coopération habituelle. Veuillez agréer nos salutations les plus sincères. إذن هذه رسالة كانت واضحة باللغة الفرنسية المبسطة. خرجوا الحوايج من الديوان وعطيهم للناس باش ما يتبيرتيغباش الماتش ودوز الامور في جو عادي. اذا هادو اوامر وتعليمات من الاتحاد الافريقي باش المقابله تلعب اليوم على الساعه يوم الاحد على الساعه 8 مساء لحدود الساعه. حنا في البلاطو وبالطريقه ديالنا حنا عرفنا بان بركان هاد الصباح هذا ناضوا فطروا وباقي ما توصلوش بالمعدات ديالهم. وهنا فيها ندخلوا مع السي جويعة وندخلوا مع الاخوان اللي تيتصنتوا لينا فيما هو نفسي، سالينا فيما هو بدني، هذا هو اللي تعذبنا بدنيا بدنيا، دابا نتعذبوا نفسيا رغم بان الشعباني
بان تريز اليز في 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 الندوه الصحفي. علاش ركز؟ قال لك بان اللاعبين ديالي بدنيا ماشي 100% ولكن نفسانيا كاين مشكل. اكيد نفسانيا كاين مشكل، فغادي نبداو كذلك في استقبال المكالمات اللي غادي يكون معنا قبل ما ندوز عند هشام جويعه. الو صباح الخير. الو صباح النور سي خالد. صباح الخير سيدي. صباح النور سي هشام وسي مبروك. صباح على السي رضوان. السي رضوان هذا استنغومبلي سي خالد. الله الله وهذه الازمه، هذه الازمه وطنيه وما تعيطش عندنا السي رضوان، راه كاين شي حاجه ماشي. السي رضوان من باريس صباح الخير. صباح النور. تفضل. صباحكم مبروك. صباحكم مبروك. جميع الطاقم ديال شوف تي في ولا كاع المتابعات والمتابعين. مرحبا. سي مبروك انا كنتصنت لك من قبيله وتصنت لكم قبل. المفروض ماشي اول مره كنمشيو عند اشقاء، ولكن باش نكونوا شوف ما يتقلقوش المسؤولين في المغرب، باش نكونوا صراحة خلينا بزاف ديال الامور فاتت من استقبال، من منع الاستقبال ديال الصحفيين في الجزائر، من منع من الوفد الاعلامي اللي مشى للجزائر، اللاعبين الشبان اللي كلاو العصا وكانت فيديوهات متداوله، واش نقول لك اللائحه ديال الامور كثيره وخطيره جدا. الرئيس ديال الكاف اخر مباراه ديال الشان ما كانوش واحد الاجراءات اللي هي صارمه باش نقدروا نقولوا لهاد الناس بان كاين واحد الحاجه سميتها لاكاف وواحد الحاجه سميتها الفيفا وكاين قوانين باش نحترموها. اليوم الكاف هي اللي تسببت في هذا الشيء كامل. الا بغيتي تشوف نقدر نقول لك حنا تتخنا ما زدناش ضغطنا اكثر من اللي ضغطنا مؤخرا على سيمبروك. يعني احنا خلينا بزاف ديال الامور للصدف. بان بغيتي تقول لنا بان ما وقع سابقا مر مرور الكرام وما خديناش الامور بجديه. بطبيعه الحال دابا ملي كتشوف دابا انا اخر الاخبار اللي سمعت البارح بان الامتعه مازال ما وصلوش عند اللاعبين ديال بركان. وكاين واحد الامر اللي هو خطير جدا تم جبونس البارح حتى صباحه اليوم غادي كيوجدوا نفس الملابس ديال الفريق من البركان ولكن ما غاديش يديروا فيهم الخريطه ديال المغرب. صوبوهم صوباتهم الاتحاديه الجزائريه صادق. خطير هذا. نعم صوبوهم. انا وصلتني المعلومه البارح بالليل ولكن صوبهم. ما كانش البرنامج باش نتصل بكم بانهم ملي كان الاجتماع ديال الكاف كان تسريبات والمسؤول ديال الفيدراليه الجزائريه اش غادي نقول لك ما كانش واحد الاحترام للمسؤولين ديال بركان. ما بحال تقول بركان ماشي مغاربه ولا مسلمين، ما كانش واحد الاحترام نهائيا في الاجتماع البارح. ومن كان الكلام ديالهم غير مع المسؤول ديال الكاف وهما اتخذوا قرار بيناتهم في الفاف بانه غادي يتم تجهيز ثلاث الوان ديال الامتعه ديال هاد لي تيشيرت اللي كيلعب فيهم بركان ولكن ما تكونش فيهم الرايه ديال المغرب، وهذا امر جد خطير. متفق البارح مشى قبل نهايه بعد المقابله ديالته مشى ايطاليا ونفس الشيء بعد شان ما تاخذوش اجراءات بعد كتشوف فيه كيتهرب. اليوم بركان اش غادي نقول لكم، حنا كلنا بركان ماشي راه كاع مغاربه، ولكن اليوم راه اش غادي نقول لك خشيت شي مر مرور الكرام والله يكون في حسن عوان هاد اللاعبين ديال المركان باسكو يفو با اوبلي يافين بريسيون اش نقول لك واحد التعذيب النفسي ديال المورال والمونتاج كيفاش غادي يلعبوا هاد المقابله. وحتى الحكم السي رضوان راه الممارسة على الفريق وعلى الحكم، راه الله يحسن العوان الحكم لا يقود المقابلة. دابا سي خالد تفضل. اليوم عندنا مقابلة مهمة. الظروف غير ملائمة لكرة القدم. اللاعبين عاشوا واحد الجو اللي ما كاينش في العالم جوبونس اكسيبسيونال. كيف دابا هاد اللاعبين غادي يتمرنوا غادي يلعبوا مقابلة نصف النهائي؟ لا لا كون متأكد السي رضوان، السي رضوان شوف بحال هاد المسائل هادي انا متفق معاك، هي في الشكل، هي في الشكل دابا كتبان بلي انها غير مشجعه على اللاعب. اللعابه نفسانيا كيتبرزطوا، كاينين ارهاصات، كاينين بزاف ديال الاكراهات، ولكن مع بحال هادو يعني كيولي فيك الجهد جهدين. انا كيبانوا لي بحال كيف ما كنقولوا بالدارجه غير كيضربوا في الماء، لان بعض الامور تعتبر من المسلمات اللي ما كيمكنش للمغاربه انهم يتنازلوا فيها. هاد الناس كنقول لك انا دائما كيقلبوا على الناقصه باغيين يخلقوا لك الاشكال. غادي كل معامله ليس بالمثل، لاننا حنا ناس مربيين، لاننا ناس كنديروا بحق الجوره،
لان هكا ربونا والدينا، هكا ربونا الناس اللي كبر منا، هكا حتى الناس اللي كيحكمونا بحال هكا ربونا. اما بالنسبه للقضيه ديال كان خاص مثلا كيف ما قلتي المسؤولين عندنا في الجامعه يتاخذوا قرارات بحكم انه كانوا سوابق البارح، راه بعض المقارنات ولا بعض الاسقاطات كتعطى البارح. انا هنا فين الا كنا كنقولوا 10 في عقيل، دابا انا عندي اليقين وكنقول وانا جد متمكن 1000 في عقيل، لان الناس مشات بعيد، عندها واحد الخيال واسع بزاف، كتخيل راسها كيف ما كنقولوا بالدارجه الناس مربحين راسهم 10 بزاف. انك تكون انت مربح راسك 10، هذا هو الاشكال. شوف اليوم المقابله هذه كاع غادي نتبعوها كامله كما غادي، ولكن اول حاجه غادي لا تلعبات السير دوال. الا ما كانش لا توني اوفيسيال ديال بركان، عشان نقول لك جو بونس مسؤوليه المغرب الاستباقيه جو بونس من البارح، الا ما كانش لي تيشيرت اوفيسيال نيات ما نلعبوش المقابله هذه. على ما اظن السير دوال القرار واضح، دابا القرار واضح. ما يتلعبش الماتش. انا متفق معاك السي عبد الله، هادشي اللي كيتطبق كنسمعوا البارح كي وصلنا من الفاف ديالهم. انا عندي ما تلعبش المقابله، حيت نقدر نقول 95% ما غاتلعبش السي مبروك. وجدوا التونيات اصاحبي، مشاو خيطوا. فاش مشاو خيطوا التونيات وجدوا التيشيرتات بجميع الالوان، وكان واحد التنسيق باش يجيبوا لي طاي ويجيبوا داك الشيء تقريبا بحال، ولكن ما تكونش فيهم رايه، وهذا هذا غير مقبول وغير مسموح. وكما قال سي مبروك اليوم جو بونس الكاف خصها تحمل المسؤوليه ديالها. راه ما يمكنش، حنا كنتكلموا على افريقيا، كنتكلموا على المغرب، كنتكلموا على الفيفا، وكنتكلموا على بزاف ديال الامور. اش غادي نقول لك؟ والله فرونشمون صافي تخي مالو كيغ هادشي اللي كتشوف اللعابه ديال بركان وهذوك الفيديوهات اللي وصلونا، وذاك الالم وذاك التعب وذاك التعامل مع، انا اش نقول لك، كنحترم الاشقاء الجزائريين، ولكن منين شفت الفيديوهات وهذا الكلام اللي وصلني ما لا يبشر شي بالخير. وما ماشي اش نقول، حنا مسلمين ولكن ما يمكنش، وانا متفق معاك نعاملهم معامله منين يجيو، ولكن اللي صبر حدود السي خالد. ها؟ اللي صبر حدود راه ما لا غير ما نبقاوش. انا راه مختلف مع السي خالد في هذه النقطه هذه السي رضوان. مع العلم انا مناسب معاهم وعندي العائله ديالي، ولكن ما يمكنش السي خالد. لا 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 سي مونير، دونك ستوندار. لا سي مونير ستوندار، غادي ديهم كيف ما كديهم ديما. لا ديما تنديهم في الفي اي بي، مش مراكش مشو للفي اي بي. غادي دير الفي اي بي، غادي دير الشيء مونير. لا غادي نمشي العادي. الا مشيتي عادي اذا اتصر فيك. لا داكشي اللي تيقول لك الاتحاد الافريقي، لا داكشي اللي تيدير الاتحاد الافريقي. لا خاصك دير واحد المساله اخرى. اذا هادشي اللي دار لك دابا ضرك. لا ما فهمتيش. اه سيدي شفتي الفيديو ديال المسؤول ديال الامن ديالهم كيفاش كيتكلم مع اش غادي نقول لك؟ هو هكاك، واش واحد دابا واحد هو تربيته هكاك تكوينه هكاك، اش ندير ليه انا؟ عندي ما ندير ليه؟ واش هذا هو؟ فين هو العرف الدبلوماسيه؟ وفين هما الجرى؟ وفين هما؟ وانت كتمشي عند لا ما شوف 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 السير دوان، هادشي ديال خاوه والجرى وهادشي، هادشي نخليه غنخليهم اللي نكونوا كنكتبوا المحفوظات ولا نكتبوا الاناشيد ولا اما هذا الشيء دابا في الواقع ما كاينش. اما باش نكونوا واقعيين وما نكذبوش على راسنا، لان واخا نبغي نقول انا هذا الشيء، انا دابا كندوي لك على داك الشيء ديالي، انا كندوي لك انا على تربيتي، كندوي لك حنا. دابا السي مونير قال لي انا ما متفقش معك، كنقول لي راه واخا تبغي دير هذا الشيء ما كتقدش. لا غير ما تعاملش معاهم بالسوء. لا قالت لاكاف، نعطيك مثال، ما عرفتش السي رضوان تسمعنا ولا لا. لا لاكاف كيتشارج تقول لك اسيدي اديهم الكاتر ايطوال، انت علاش اديهم السيك ايطوال؟ لا قالت لاكاف تعطيهم 100 قرعه ديال الماء، علاش تعطيهم 200 قرعه ديال الماء؟ داك الشيء اللي كيف كيتشارج معاهم ليميت، داك الشيء اللي مطلوب ديالهم. خلاصة لا كونكليزيون سي مبروك، لازم يفو انتيسيبي كاع لي سيناريو ديال هذه المقابلة. بداية هذا الضغط النفسي هذا الرهيب ديال لي تيشيرت اللي ما عرفناش وما فهمناش، المفروض انه اش نقول لك المسؤولين ديال لاكاف يكونوا صارمين. راه صيفطوا رسالة، راه كانت رسالة واضحة البارحة السي رضوان صيفطاتها لاكاف، صيفطاتها للاتحادية الجزائرية والاتحاد العاصمة، بأن لو مايو ديال بركان قانوني حسب القوانين ديال المسابقه، لانه تم تقديمه لاكاف وتمت المصادقه عليه قبل ما تبدا المسابقه. جوج طلبوا وعطوا اوامر الاتحاديه الجزائريه باش يوقفوا على الماتيريال،
ويخرج من الديوانه ويتم تسليمه للنهضه البركانيه. وهذا ما حوش الماتيريال هذا. ها؟ ما حوش الماتيريال ديال البركانيه. لا تنقول لك انا الرساله ديال البارح مع الخمسه و25 دقيقه، لان كان الاجتماع مع الخمسه ديال العشيه في احد الفنادق في الجزائر، وبهذاك الاجتماع لو كوميسير ماتش توصل حتى هو بهذا لا ليتر وقراها عليهم في الاجتماع التقني. وديك الساعه خرج رئيس الاتحاديه الجزائريه بتصريح لوسائل الاعلام بانه غيسهر على هذه الامور هذه باش تدوز الامور بخير. بخير. ولكن بالنسبه لي هو مشى صوب مع 7:33 دقيقه، مشى تيصوب توني اخر احدى المعامل المجاوره للفندق اللي مقيم فيه النهضه البركانيه. غادي يبقاو لاعبين بهاد 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 الجزئيات هذه، لان ما غاديش يبغيو يبينوا بلي انهم رضخوا القرار ديال الكاف، لان القرار ديال الكاف دابا سامي لا ماشي سامي مشاو بعيد هما. شكرا سردون كنتي معنا. تحياتنا تحياتنا. تبع معنا هذا الملف هذا باش ان شاء الله اليوم بالليل ولا غدا ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. هشام تمشوا بعيد. قال لك بلي ان هذا القرار اللي خداته الكاف فرجع بحكم ان الجزائر عندها موقف من القضيه الفلسطينيه. هادشي هما دخلوا للسياسه. اش كنقول لك؟ حنا موقفنا ثابت من القضيه الفلسطينيه. وهذا لا وانا مالي؟ لا وهذا الموضوع زعما حيت حنا واخدين موقف من القضيه الفلسطينيه على داكشي داروا لينا هذه المساله. راه وحق الله زعما البارح بقوه ما تعصبت وليت كنضحك. واعتبروا بان المغرب يستفزهم. واخ هشام نفسيا انا على ما اظن عشتي بحال هاد الظروف، ولكن ماشي حتى لهاد السطاج هذا كاع بحال هكا، يعني اللعاب فهاد الظروف هذه كيفاش كيكون؟ واش ربما تقدر تكون كاينين اللعاب اللي يقدر كيكون تزير وتعصب، كاين اللعاب اللي كيقدر ياثر في هادشي، كاين اللعاب اللي كيقدر ما يكونش ما مسوقش مثلا. سي خالد انا شوف بكل صراحه انا بالنسبه للاعبين يعني حتى مورالمون ما بقاوش يعني مركزين على المباراه، وهي مباراه مهمه بزاف. اول شيء راه انت ولا انا ولا السي مبروك تتخرج تبغي تشد طاكسي وعندك واحد العمل اللي خصك تمشي ليه مثلا في الوقت، والطاكسي مثلا ما تيبغي يهزك في هذاك لي تراجي ولا هذيك في لالين تتعصب، ما بالك تنسد عليك 24 ساعه محيد ليا الحوايج. عندي مباراة مهمة بزاف اللي خصني نربح وما تمثلش يعني نهضة بركان، تمثل المغرب وتمثل المغاربة، تتفاجأ يعني مفاجأة اللي ربما ما كايناش في الحسبان، وربما هذا الموضوع هذا شرتي لي وشار لي سي مبروك وشاروا لي جميع المحللين وشرنا لي تحنا على أساس بالنسبة لهذا الشيء دخلنا ربما دخلوا السياسة في الكرة أو الكرة دخلت في السياسة. هما الغرض ديالهم يعني أي فريق مغربي خصك دير ليه هاد العراقيل. أنا اليوم عندي التوني ديالي باغي ندير فيه اللي بغيت، من حقي ندير فيه اللي بغيت، زائد هذاك التوني يعني راه الكاف صادقة علي، وربما راه دارت رسالة قبل، راه دارت رسالة يمكن قبل بشي سيمانة ولا أكثر ياك أسي مبروك. ماشي على قبل التوني. توصلت لك لا التوني اللي تلعب به. لا التوني المعتمد. التوني اللي تلعب به. لا التوني دابا هذا اللي دابا اللي كولور رسالتهم بوحدها، ولكن التوني اللي هو معتمد لأن مزيان من لعب. لأن البارح باش كتعرف الكلاخ وباش كتعرف الكذوب. البارح كيعطيو في القنوات ديالهم هشام تيقول لك اجيو نرجعوا نشوفوا التونيات ديالهم. التونيات ديالهم جبدوا التوني اللي هز عبد الحق بن شيخ، جبدوا التوني اللي هز امبينغي، شوفوا تيقول لك شوفوا هذا راه فيه التوني ديالهم فيه اللوغو ديال الكاف، يعني هذا هو اللي كانوا كيلعبوا فيه في المسابقات القاريه. جبدوا واحد الصوره ديال اسماعيل المقدم فين هو هذا؟ في الرجاء مابقاش كيلعب معاهم ضد شباب القبيله. حنا خاصنا نهضروا على هذا الموسم. انت كتهضر ليا على داك الشيء قديم، راه ما كنتش كتلعب، ولكن هاد في هاد النسخه ديال الكاف ذكور وانث هاد النسخه النهضه البركانيه قدمات القميص المعتمد اللي غادي تعتمد عليه في هاد الدوره. اذا سي خالد حتى الاشهار فيه واحد العبار شحال خاصو يكون فيه؟
عطيك لاكاف عطيك واحد العبار واحد خاصك تصيفطو ليهم باش يفاليديو ليك ولا ما يفاليديو. اذا تولي تفاليدا كله كامل اذا تفاليدا كامل وتحط في بدايه المسابقه. باقي ما عرفناش واش بركانه تاهل واش ما غاديش تاهل واش غادي تلعب معاكم ولا ما تلعبش معاكم. انا باش تعطيني في اول سنه سي خالد تعطيني فاش تبغي دير داك المشاركه ديالك تعطيني الالوان اللي يعني عندك اعطيني اعطيني ثلاثه اعطيني خمسه مو تطلبوا منك ثلاثه اعطيني عندي هالو الاول الثاني الثالث تعطيني الشعار ديالك اللي تكون بدلتي الشعار في شي جمع عام اعطيني الاسم ديالك بالكامل بالفرنسيه وبالعربيه الدول باللغه المعتمده في هذيك الدوله واعطيني المعلومات ديال الرئيس وديال المكتب واللي زيدين ديالهم باش ما شديناش هذا الايميل نشدوا هذا الايميل اعطيني جميع المعلومات ديالك. كل سنه تطلبوا منك نفس المعلومات. راه واحد الكتاب انا شفته عند سميتو عند السي مرباح هو طنطاوي فاش كنت يعمرو انا حضرت التعمار ديال داك وكتاب كتاب 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 والتيران لان انا مشيت معاهم لابغيك ديال ستاد دونور. ستاد دونور فيه 12 غرفه تتعمرها كل سنه هما عارفين دونور وهذا لو كولوار شحال فيه من متر وهذا الكولوار شحال من متر واقرب اقرب سبيطار لستاد دونور اقرب كلينيك لستاد دونور اقرب سميتو هذا رجال المطاف لستاد دونور. اذا تعطيهم الجميع بالمتراج بالتليفونات وهذا المعطيات. اذا في كل سنه يتم تحيين المعلومات. بالامس ضيع الوقت شويه السي خالد وكان خاصو يرتاح مشات يتفرج في دوك لا خاصني لا, لا ماشي كنتفرج لا خاصني خاصني نعرف الطريقه ديال التفكير صاحبي او انت ما عرفتش لا خاصني كنشوف في طريق ماشي طريقه تفكيرهم هما انا شي بحالهم هما يدوزوا وحده واخا يبقى يهضر حتى الصبح ولكن كيفاش كيتناولوا الموضوع كيفاش كيتناولوا الموضوع من الزاويه اللي بغاو. وانا عجبني واحد المحللين بصراحه جزائريين هادو لعبوا الكره وربما تقدر حتى هو منهم البارح لا 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 حتى هو منهم الا كنت تدوي لي عليه هو حتى هو منهم البارح لا لا حيت كاينه قناه وحده لا البارح اي ما حرشهم ضحكت عليهم كاملين البارح ضحكت عليهم كاملين. شوف انا غادي نلعب التوني ديالي باش اللي بغيت ندير دابا المشكل هو دابا كما شرتي لواحد النقطه ربما نرجع عليها ديال اللاعبين كاين شي امور ديال اللاعبين دائما تتكون عند حامل الامتعه اللي ربما تتكون تما مثلا الصباط تيخاف مثلا يضيع عليه ولا دائما تيخليه عنده ربما هو باقي تما حتى هو باقي مع الملابس وهذا. دابا الحل الوحيد هو ناضج بركان ما لبسوش التوني اللي فيه الخريطه المغربيه انت نظن انا المباراه ما غاداش تلعبها السي مبروك هذه تنشوف فيها هنايا حيت راه ما يمكنش هي نجيب ليا شي حوايج ولا تصوب ليا التوني تقول لي باش نلعب انا ما عطلتش انا على 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 اي واحد مثلا باش يصوب ليا التونيات باش غادي نلبسهم ياك ولا لا. انا مفروض الملابس ديالي او التونيات ديولي عندي ثلاثه تونيات وعندي ديال التدريب كذلك. دابا حتى اللعبه ما عندهمش باش يتريني باش غادي يتريني لكن اللاعب اللي تيدي معاه الصاك ديالو المشطه ديالو وبادوش ديالو تيدخل لوطي الحوايج ديالو راه باقيين تما. انت كلاعب محترف ودوزتي الحمد لله هادشي دوزتيه حيت ديما تنسولو خالد ولا هذا تيبغي يسول واحد اللي دوز اللي وسط نهار جبنا فوتسال خالد مشى قلب علينا ديال الفوتسال ما سولش جويعه ولا الناس ديال الفوتسال لان كل واحد اختصاص ديالو. دابا انت نطي في الصباح وفطرتي انت لاعب ديال البركان كيفاش غدوز اليوم؟ واش ممكن تخرج دماغك من هذا المشكل وتبقى مركز لا كونسونطراسيون ديالك على المقابله وتتخيل لي سيناريو ديال المقابله تمارك عليا بيت واش ندير لا ديفونس واش هذا واش هذا انت هو المدرب بطبيعه الحال تتخيل لانك يعني تتكا تتشعل الكليما وتتقدر السيناريوهات السيناريو تصور معايا دابا حنا واش دير هذا الشيء هذا ولا غتبقى ولا صعيب خاصك تبقى في دابا تصور معايا حنا سيمانه دابا حنا سيمانه والبال ديالنا مبرزط البال ديالنا مبرزط مع اللاعب ما بالك واش غيلعبوا واش ما غيلعبوش علاش 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 شدوهم في المطار علاش ما خرجوهمش علاش ما استقبلوهمش كاين بزاف ديال الامور ما بالك اللاعب كيفاش غادي يفكر. انا نقول لك صراحه انا سعيد ان مرحله صعيبه راه اصعب حاجه هي باش تهبط في المطار وتبقى تقريبا واحد عند هادو تسعود ديال السوق كيتريني بهم كاع هادو الاخرين
غاريدو اه غاريدو كيترين صحيح ماشي سهله اللاعبين الله يحسن العون الله يحسن العون الله يحسن قال لك قال لك السي هشام استقبلونا بالورود والتمور ملي بداو كيعطيونا التصويره عطاو ثلاثه جوج راحتهم بلاتي مشى رتبوا الباسبورات راه خرجوا هذه هي الهضره قبلوهم راه استقبلوهم راه خرجوا استقبلوهم شويه زادوا يلا زادوا الكار نحطوه يلا زادوا حوايج ما خداوهم يلا زادوا الباب بالنسبه لهم هما شنو الناس ديال الماتيريال الناس ديال الامتعه حيت كل واحد اربعه الناس في الفرقه مكلفين لك بهذا الشيء هذا ديال وتعاونوا بعض المرات اللعابه تبان لك حتى هما تيهزوا بطبيعه الحال تنسناو تنسناو الباكاج ديالنا علاش انا قلت لك في الاول واش قالوا لهم واش قالوا لهم سيروا للوطيل هذا دابا حسن النيه غير سيروا للوطيل راه الامور ديالكم الاداريه والباسبورات وغادي نجمعوا الباسبورات ونجمعوا الحوايج وغادي نلعبوا عليكم يبقى واحد جوج من الفرقه ولا ثلاثه هما اللي يبقاو هذا كتيب العام وهذا وشفتيني شويه بدات تزنزل خدمات راه كاين معاهم رجل خبره تما السي رويسي رويسي راه عضو جماعي السي رويسي كاين معاهم حتى هو يعني كتبدا كتبدا الامور كتخدم هما يرجعوا في الفرقه فين رجعوا دخلوا لهم كانوا في الجزائر عاودوا دخلوا لهم للحدود رجعوا لهم للصالون ولا ندي معايا حويجه ياخذوا الحويج حيت علاش انا قلت لك لا راه كاين واحد المسؤول كبير هو جاي غادي يعاود كيفاش يعاود المراقب وجوزهم في السكانير واش لقيتي المخدرات واش لقيتي الممنوعات الممنوعات تهضرش معايا اعطيني حويجه اعطيني حويجه لا تيجي واحد المسؤول خاصو كيفاش يجي مسؤول نتسنى المسؤول قال له ما يجي مسؤول من 35 كيلومتر كيفاش يجي مسؤول هذه شو الطريقه شو السياسه ديالهم والطريقه ديالهم حقا راه غيجي واحد المسؤول غادي هو اللي غيدير معينه والناس والناس وهشام منير خصك تعرف واحد القضيه معينه خصك تعرف حتى واحد القضيه الناس راه ما خدامش غير يعني ماشي ذكاء ولا مساله ولا مساله ناس جاريه معاك كيف ما كنقول لك خدامه معاك كتقلب لان الرساله ديال نهار ثلاثه السي خالد اللي مشات ثلاث بركان صيفطات رساله بركان خدات خدات واش بان لك مزيانه مزيانه بياش علاش يا منير لانني انا غادي لواحد البلاصه اللي شبعانة سؤاليه خاصني نحط المسؤولين ديال الاتحاد الافريقي في الصوره خاصني نحطهم في الصوره وانا دابا انت غير ملي خديتي طياره ومشيتي لواحد الشركه اجنبيه اش كتفادى انا كتفادى البوليميك كتفادى البوليميك مع البارحه اش كي باش كيقارنوا لكم المنتخب المغربي اللي كيلعب في كاس شمال او راه كاين هنا ما استقبلوا حتى واحد مع العلم ان المقابله ما بدات حتى 80 دقيقه عاد تم النقل ديالها وعاد بزاف ديال الامور طراو حويجات اخرين اللي ربما ولا بقاو لهم هذوك الابرياء حتى هما بغاو يديروا معاهم السعوديه راه مشكله هذوك راه ملائكه طرا هادشي كنترا متبعين الناس متبعه تخيل معايا جهاز ديال الدوله متبع وسائل التواصل الاجتماعي بلي بركان راه غادي يجيوكم هل تعلم باننا الان 12 واحد من المخابرات الجزائريه يتابعونا تتابعني انا وجويا وانت دابا فايق بكري دابا دابا هذه خدمتهم الله يسهل عليه الله يسهل نحن ندافع على القانون علاش ندافعوا على المشروعيه ديال القميص ديال بركان ودابا تستطيع تيقول لك كان قميص بركان غير قانوني كون قلنا وي انا قلبت النصوص للنصوص التنظيميه ديال لاكاب للنصوص التنظيميه اسباب النزول يا مولي اسباب النزول اللي خلق دابا وعطيت خليني نشك فين متصل هزيت الهاتف ومشيت للصالون وعيطت للسير دوان طنطاو الو السير دوان طنطاو انت كتمثل واحد النادي كبير ديال الرجاء نعم كيدير اخويا بخير في اخبارك راه كاين واحد المشكل دابا في المطار وهذا قال لي لا ما في اخباريش قلت لي لا راه كاين مشكل ديك الساعه يلاه وقع المشكل قلت لي عطيني واحد قال لي بليتي نستاسوني قلت لي دابا القميص فيه واش كاين شي حاجه في القانون قال لي ما كاينش ونعاود نتاكد ونعيط عليك وعاود تو قلب القانون لان دخلنا الشك واش كاينه شي حاجه شي جمله ما بديناش قلبنا انا ورضوان طنطاو رضوان طنطاو كمسؤول اداري وانا كحاكم ما كايناش شي حاجه دابا اسباب النزول اللي كيعطيك الاسباب اللي كيحطوا لك هما السلام عليكم وعليكم السلام شنو المشكل كيمس السياده ديال خريطه ديال المغرب كتمس السياده ديال لا عرفتي انت عندهم الحق يقولوها السي خالد باش نمشيو معاهم حنا بضريبه انت خاصهم انا راه دايرها خريطتي ها لو درنا الخريطه ديالكم لا ديال افريقيا
وقصناكم درنا شي تحريف او درنا شي او خطأنا او شي حاجه ممكن حنا تهضر على ديالي انا انا دايرها ديالي انا دابا قال لك انت كتمسني انا كتمسني انا في السياده ديالي مالك لا خطأوا خطأوا في التقدير لا خطأوا نعطيك البارحه بداو كيعلموا خطأوا قال لك خصنا نديروا وجده حنا في الخريطه عندنا دير خطأوا خطأوا دير اخويا اللي عجبك دير اللي عجبك بقيت نضحك ليه قال لهم حيت هما الصين الصين المساحه ديالها كبيره نعم مش عارف شو دابا الصين المساحه ديالها كبيره قال لك لو كنا لاعبين مع فريق من الصين ما يمكنش يجي الخريطه لان المساحه كبيره ما يمكنش تجي الخريطه بين توني والشور خاصو جلابه ورا الخريطه راه تتجمع المساحه هو خاصو يتجمع هو خاصو يتجمع هو شوف هما صراحه ما تيقولوا شي حاجه وتيتيقوها هذه هذا اكيد هادشي اكيد زعما ولينا عارفين ولا تيضحكوا ولا لا مع الاسف ولا تيبغيو سلام ولينا حتى انت في هذا الصباح هذا بغيتينا نضحك انا كنضحك لا هما تيبغيو يشغلوا يعني حتى الراي العام الراي العام ديالهم فهمتينيش يعني كون كان عندهم مسيرين عقلاء ومسيرين اللي تيفهموا ما ينطحوش في هذا المشكل حكم التجربه ديالي مثلا انا سافرت مثلا مع الفورم بالاخص الوداد اسمح لي عرفتي كي دير الاستقبال ما عرفتيش الاستقبال تخرج من واحد البوابه يعني داكشي امبيكابل ماشي زعما اسمح لي تي جوج كيران واحده ديال الامتعه واحد ديال الستاف واحد ديال اللاعبين ديال اللعابه وتمشي احسن فندق يعني الامور يعني غاده ملي تدخل سبحان الله العظيم هادشي راه من قديم عرفتي حنا راه صيفطونا مع واحد الملعب غادي نمشيو نترينيو بغينا نمشيو نترينيو في واحد الملعب ديال مثلا عندك 30 دقيقه بين لوطيل والملعب تسالي وفكرني في واحد ديال القبيله تخيل معايا تسارينا قول الجزائر كامله ويدوزوك من واحد الطريق اللي فيها سميتو يعني بلوكيا تخيل معايا من الساعه تدير 3 تسوايع 4 تسوايع وغادي ترجع عاوتاني 4 تسوايع وتخيل معايا غاتمشي 4 تسوايع ترجع 4 تسوايع اذا كانت عندك لونطري مع الساعه انت غادي تدخل حتايا اللون انت غادي تعشى يلعبوا معاك انت غادي تعشى كامل فهمتي كاين شي امور شي حوايج سبحان الله العظيم اللي الناس طوروا من ناحيه التسيريه ولكن هادو بحدهم هما غاديين ترجعوا اللون تفضل هشام التيازي مبروك يوسف عاشق رضوان منير مبروك لاعبين سيدي في القبيل لاعبين مشينا استقبلونا مشينا امور عاديه دخلنا تعرفنا لي شومبر ديالنا طلعنا للوطيل في تيزي وزو ناعسين عرفتي تجي مرهق من السفر طلعنا صافي كلي تعشينا طلعنا ناعسنا شي جوج ثلاثه في ذاك المومو ديال الناس عرفتي كي تنسمعوا الدقانه المعلم في البيبان دابا لي شومبر ديالنا كل واحد والشومبر ديالو في كولوار واحد عرفتي داك الدقان مع داك الدقان بربعه تيدقوا دقه واحده اربعه البيبان كلهم فيهم الدقان ما حليتش انا دابا تخلعت عاشق حريفي تيعيط عليا قال لي منى ما تحلش الباب عرفني باقي جديد في الدوليه يوسف مبروك حل الباب السلام عليكم تنسمعوا الصوت في الكولوار السلام عليكم الله يخليك البطائق اللي باسبور ديالكم الله يخليك وتهبطوا عندنا باش نعمروا دي فورميلا تسمعوا حنا هذا الميساج دابا شكون يبقى حاصل مبروك حيت هو اللي حل البال تيازي مريقل دوز هو التليفون لعاشق قال لي عاشق ما تحلش حيت عاشق حريفي دوز هاد عارف انا ما هذا شكون هما من بعد المهم من بعد دق عنا يوسف حلوا يكون عليكم الامان حلينا مالكم عندنا واحد الفورمولور بغينا نعمروه من الداخليه هذا الفورمولور هذا غادي تعمرو في الصباح تاخذ المعلومات انا باقي ناعس تاخذوا من لا ريسبسيون من هذا لا خاصنا وحق الله هبطونا مشاو دابا الناس بعدا الناس طار عمرنا عاد بالجو الناس ديال القبيل واحد الرئيس مشات لي الله يعمر هذا المهم كان حتى هو من الناس اللي طولوا في الفريق في التسير ديال الكرائز ديال حتى هما دوك الناس باقيين واحلين معاهم تما تما جا في الصباح مسكين تيدير لنا هكا تيعتذر قال لك لا يوريكم اشنو تنعانيو حنايا حتى هما راه الله يدير لهم شي تاول ديال الخير قال لك هذاك التصرف اللي وقع معاكم وهبطوكم وعمروا لكم لي فورمولير
راه ماشي نتوما اللي مستهدفين حيت نتوما ضيوف عندنا وتقبلنا. عاد واش فسر ليا هشام التيازي العلاقه المشحونه اللي كاينه ما بين القبائل و انا عطيتك غير لا على ذكر هذه المساله ديال ماشي نتوما اللي هذا الاتحاد المسؤولين قلت لك الاتحاد المسؤولين ديال 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 اتحاد العاصمه مسؤولين مغلوبين على امره يعني عندهم مسؤوليه حتى هما مغلوبين على امره. ما يمكنش لي انا الضيف جاي عندي وتنوض تحسو صور ما يمكنش. لا ما يمكنش هشام انا كنتعرف وانا كاين العسكر. لا ما يمكنش هشام دابا هذا مسؤول ديال الفرقه مسؤول ديال الفرقه كيجي عندك مسؤول عندك اجي عندي مرحبا ولكن راه هالو انا فهمتك راه غادي يجيو يلعبوا تصور معايا انت هادو دابا اللي كتشوفوا لا دابا هادو اللي كتهضر ليا عليهم كيعتبروا راسهم هادو ما كيفهموا لا كره لا والو حنا امن البلاد كيبدا يدخل لكم هذا حنا المسؤوليه ديالنا هي البلاد القانون وكذا. لا كفر عارفه خالد لا كفر ما تواصلش مع السلطات لا كفر مع من تتواصل مع الاتحاديه الجزائريه واش فهمتيني لما تتوجه الخطاب الاتحادي الريتري اللي قريت ولا الاتحاديه الجزائريه ونسخه لمن النسخه الاتحاد العاصمه ونسخه لمن المندوب ديال المقابله هو اللي تمثل موت سيبي تما وكتجي تنسخه البركان ونسخه البركان جميع جميع المتدخلين في هذه المساله على الحكم تتوصلوا نسخه كلشي تتوصلوا نسخه تيكون ديفيزي ذاك الايميل وهذاك الايميل فاش تحلو فاش تحلو تحلو وتقراه تطلع في لاكاف اوتوماتيكمون واللوجيسيال بانك قريتيه ما تقولش ما قريتوش شي غير تحلو وتقراه تيطلع بانه لي بحال الواتساب لا شي تيدير لك في تقراه ولا ما تقراش ولا داكشي شي حليتيه آه. اذا كنتمنوا ان هاد باش نحاولوا نسدوا هاد الملف هذا اللي غادي نبقاو متابعين لا غادي نسدوه غير في هاد الحلقه هذا آه. با خالد وجد راسك الليل وهذا مازال تقدر تبقى سميتو ليله بيضاء اليوم ان شاء الله دائما غادي نبقاو في متابعه كبيره لهاد المستجدات اللي غادي تكون في حال على حساب القرار يعني ما غاديش نقول انتصرنا في المعركه انتصرنا في المعركه مع بعض ضيقي التفكير ولكن حنا غاديين في العادي غاديين في لي نورم اللي كتنصها قوانين الكاف اللي عنده راي اخر يمشي يشرب شي حاجه باش يحاول يتهدا ولا يتكالما ولا يعاودوا كيف ما كنقولوا يضربوا في راسهم الفدق لان هاد الناس هادو سبحان الله كان عياما لقى لكم المبرر ولكن في الاخر كنلقاكم بانكم نيت ما بنادم ما كملش وهادو هما التداعيات ديال طول الاستعمار ملي كيكون بنادم تستعمر في حياته بزاف وما خداش الراحه ديالو بزاف هادو هما التداعيات وهادو هما المخلفات ديال انك كتكون واحد الانسان اللي حقود واحد الانسان كيف ما كنقولوا حنا بالدارجه عندنا مسموم واحد الانسان اللي ما كيراعي حتى حاجه ف ما تجيش تكذب عليا حيت البارح كيلوح لك ميساج كيعطيك ميساج وحنا ما عندنا حتى شي مشكل مع الشعب المغربي انت ما عندكش مشكل مع الشعب المغربي النهضه البركانيه شنو هما هادو وي تما شعب اه وكيم قال السي جوي على سمعتي السي خالد قال لك الناس ديال اتحاد العاصمه عارف الرسوم يجيونا عارف الرسوم بانه لين ما يتقاسوش لا حيت البركان ولا المسؤولين المغاربه عارفين المشكل مع من كاين سيدنا اش قال كاينه رسائل اليد ممدوده رسائل واضحه داكشي اللي قال سيدنا كان ديرو هو ولي الامر ديالك صافي سلام عليكم والله راه على ذكر هادشي تفكرتو دابا في هذا الصباح هذا حمزه ياسيف بهذه المناسبه يسلم عليكم اللاعب السابق ديال اللي كان في الوداد اللي كان هو اصلا كان في العاصمه يمكن ماشي فرقه ديالهم ديالهم وما عجبوش الحال ما عجبوش الحال الشيء اللي وقع مع العلم هو جا للوداد ولعب في الوداد وعرف يعني حتى يعني الامور كثيره يعني في هشام راه خرج عندهم واحد هنا دابا حمزه ياسيف لاعب سابق راه كندوي لك دابا اللي كاينين فرحاني معنا اتصال ناخذ اتصال ونرجعوا عندك هشام باش نحاولوا ندوزوا للمحور اخر الو صباح الخير الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كي داير بخير امام جان الله يطول لي عمرك شكون معنا سيدي السيد
الو ما كنسمعكش اخويا. يبدل المكان ديالك اخويا لان كاين مشكل في التغطيه. اللي بغيت نقول لك هشام، عندنا لاعبين دابا حنا اللي كيمارسوا في البطوله. كاين بن شريفيه راه خرج دار واحد الديكلاراسيون، حتى هو ماشي هي هذيك، راه حتى واحد ما هضر معاه ديال معنا اتصال. الو السلام عليكم. ديال طنجه. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، الله يطول لي عمرك. معك رشيد من فرنسا. رشيد منين؟ من فرنسا. رشيد من فرنسا، تفضل اسيدي. كي دايرين اسيدي بخير؟ الله يطول لي عمرك اخويا، بارك الله فيك. يعني اخي بغيت هذا المشكل اللي حضرتك كان. هذا جيل كبروا في الاستعمار وكبروا في الحضاره، يعني بالضبط كيبغيو يخرجوا ذاك الانتفاضه ديال فهمتيني. يعني دو المستوى ديك هذه شوف انت اخي، يعني ماشي ذاك الجامعه الرياضيه اللي كتحكم في هذه الرياضه ديال هذا الرئيس بالخطا. ما كنسمعكش مزيان السي رشيد، الا كان ممكن تبدل البلاصه الله يسهل عليك. ما كنسمعوش باش غير نسمعوا الرساله ديالك واضحه. اذا كاين قطع مشكل في التغطيه عند السي رشيد، فهاد المحور هذا غادي نحاولوا ننتقلوا منه باش نمشيو نحاولوا كذلك، لان اللقاءات ديال اليوم اللي غادي تكون على مستوى الكاف، ففريق النهضه البركانيه غادي يكون عنده لقاء مع اتحاد العاصمه ابتداء من الساعه 8، وغادي يكون لقاء نصف النهائي او كذلك اللي غادي يجمع ما بين الزمالك ودريمز الغاني. غادي ننتظروا شنو هما المستجدات اللي غادي يكونوا اليوم. كنتمنوا من الله، اللي كيهمنا الان هو السلامه ديال اللاعبين ديالنا، الامور انها كلها تكون بخير. اما هادشي منير ديال حشومه هادشي باقي كتجاور مع واحد بحال هذا، نوعيه بحال هكا. الحكم ديال اليوم الحكم منين؟ سي موريتاني، لانه تم تغيير الحكم ديال هذه المقابله بطلب من اتحاد العاصمه، طلبوا لقب باش يتغير الحكم. شكون هو الحكم اللي كان في الاول؟ بيضه، بيضه اللي لعب لا فينال، والاول اللي لعب لا فينال ديال اتحاد العاصمه السنه الماضيه، واعتبروه بانه كان قاسي في المعامله مع اتحاد العاصمه، ما كانش خايب، ما كانش مزيان، كان قاسي. كان قاسي. يعني باغي شي واحد ظريف. ورضخت الكاف للاسف لطلب اتحاد العاصمه مده 15 يوم هذه، وتم تغييره بالمواطن ديالو عبد العزيز بوه. عبد العزيز بوه هذه الاكراهات والضغط اللي كيف هذه المقابله سوف تزداد صعوبه على هذا الحكم الشاب اللي كيف تنقول في المقتبل ديال الدوليه ديالو. نتمنى له التوفيق وان لا يؤثر هذا الشيء اللي وقع. كاين الحكم الشباب في هذا. نعم. في الدميات. نعم. هذيك. نعم. البارح كان وجوه جديده ياك. كان ارطان، كان ارطان عمر عبد القادر ارطان، كان ارطان البارح في اللقاء. فاذكر بلقاءات نصف نهائي ديال مقابلات الكاف ديال اليوم، غادي يكون كيف ما قلنا الزمالك ضد دريمز الغاني، و نهضه بركان ضد اتحاد العاصمه. كل التوفيق للنهضه البركانيه ان شاء الله. المبادئ ديالنا ومواقفنا غادي تنتصر، لان لا يصح الا الصحيح. واللي كيشوف شي حاجه اخرى فغادي نقولها واحد المثال بالدارجه كنقولوا ياك. تفضل تقول لك ما حدك حاضيني هو ربي عاطيني تحياتي. هذا هي الكلمه اللي غادي نقدر نختم بها هذا المحور. ندوزوا للعصبه الافريقيه، للاسف تابعنا في هاد يعني في هاد المقابلات اللي تجرات امس ديال نصف النهائي، غياب اي فريق مغربي، اللي كنا دائما ممتلين لكل يوم للنفس ان الوداد تكون فيه، ولكن تجراو البارح جوج ديال اللقاءات، الاهلي ضد تيبي مازيمبي بلومومباتشي، و الترجي ضد ماميلو ديساندونس بملعب رادس. الاهلي وتيبي مازيمبي صفر لمثله، الترجي
ضد ماميلودي سانداونز صفر لي مثله. كيبانوا لك اللقاءات والنتائج؟ نعم، فجوج مقابلات البارح كانوا زوينين، بالاخص ديال سانداونز والترجي اللي كان حضور جماهيري كبير ديال الجماهير ديال الترجي. فازت بصافره عمر عبد القادر ارتان 32 سنه ببرادس بواحد الصفر. الهدف اللي دار شويه ديال البوليميك على لي ريزو سوسيو بانه اوفسايد ماشي اوفسايد، زائد تي بي مازيمبي مع الاهلي بصفره الحكم باسيفيك واللي كان في الفار دانيال لاريا والرواندية سليمه. هذا المقابل يسير 0-0 عند تي بي مازيمبي. هشام مازيمبي الاهلي صفر لي مثليه البارح، كيبان لك ان تيبي مازيمبي شحال هذه ما شفناهاش وصلت لهاد المقابله هذه. الاهلي باقي غادي في نفس التوجه ديالو، كاينه خبره، استطاع انه من واحد الملعب اللي كان في واحد الوقيته كيخلق مشكل الفرقه، غير هو داك التيران كيبان لي باقي في المشاكل. لا ما ماشي صداع، لا ماشي غير حتى على مستوى يعني اللوجيستيك، كيبان لك التيران باقي في هذاك الغازون قديم، باقي فيه شي حوايج اللي ما بقيناش كنشوفوها لحدود الساعه. كي بانت لك النتيجه ديال الاهلي؟ هو شوف، مع الاسف كنا دائما كل سنه تنشوفوا يعني الوداد دائما كنا في عصمه الابطال، ولكن المباراه ديال البارح ديال الاهلي مباراه ما كانت سهله، ما بقيناش نشوفوا داك الاهلي ديال هذه شحال ولا هذه 10 سنين الاخيره اللي ربما المستوى تراجع ديال الفريق. مبروك شير النقطه ايجابيه بالنسبه للهدف، وانا سبحان الله العظيم ما عطيتي انت الفروق الهدف اللي تسجل جاك. احنا مازال غادي نجيو الترج مازال غنجيو ليه؟ لا لا، احنا غير مازال غادي نعطي معطيات حول اللقاء الاول واللقاء الثاني، نبقاو بعدا غير على الاهلي. كما قلت لك ربما تبقى العلامه الكامله. وانت قلت لي الاهلي غتربح تي بي مازيمبي اكيد، ولكن ما ربحتش. ولكن انا خديت 0-0 مهمه، 0-0 كانت مهمه لهي، ولكن انت تعرف ملي غادي يجي واحد القاهره هذا راه في القاهره تيكون هما تيلعبوا مزيان في صراحه تيلعبوا في القاهره، ولكن رجعوا دائما العشر سنين الاخيره يعني المستوى تراجع ديال الاهلي صراحه. كيفاش العشر سنين الاخيره؟ لا من ناحيه الالقاب تنقول لك تالله يديك لا من ناحيه الالقاب كنا دائما تنشوفوا حتى الاهلي راه كل عام لعبه. دابا اللي فين انت كتقول لي 10 سنين انا 10 سنين تراجعوا؟ لا شوف راه كل عام كاينين، كل عام راه الوداد راه كانت كل عام رغم المشاكل ورغم النتائج ورغم تنحيد النهائي علاش تكون في النهائي كاين حيد لي الوداد شحال ربحات؟ الوداد شحال ربحات؟ جوج ربحات جوج الالقاب الوداد مع من ربحاتهم؟ شوف الاهلي ربحاتهم مع الاهلي ربحتهم على الاهلي، والاهلي من هذوك في هاد 10 سنين انا كنقول لك دابا على 10 سنين من غير هاد جوج فينالات اللي دات الوداد راه يا اما الاهلي يا شي فرقه اخرى. فهمتيني؟ لا الاهلي انا مازال تقول لي تي بي مازيمبي يعني الا كتذكر معايا منير تما كان طرا مع واحد المشكل في 2011 فاش كانوا 2011 فاش كانوا داروا شي لعاب فاليدا وشي لعاب ما خصوش يلعبوا ولاو خسروا وناض الصداع مع الوداد نيت تمايا وكانوا ربحوا الوداد والوداد دار تعطيرات ديالها. المهم بالنسبه للارقام ديال هذا اللقاء هذا فنسبه استحواذ الكره كانت لصالح تي بي مازيمبي 63%، كانوا يعني اللي تير كادري كان ضغط، ولكن كانت كيف ما كنقولها منير كانت حرفه ديال الاهلي اللي عرفوا كيفاش يجريوا المقابله. الاهلي اللي جاي من نتائج يعني كيف ما كنعتبروا نتائج جيده من البطوله، مع العلم انهم كياخذوا بعين الاعتبار هاد الامور ديال انه غادي يلعب يعني حتى البطوله كتاخذ مع هاد المساله في البطوله المحليه كتحاول تروبورتي لي هاد المسائل هادي. بالنسبه لافضل لاعبين كانوا اللي كانوا في لقاء البارح، فماغلوار نطومبي هذا عن مازيمبي وابراهيم كيتا واليون بدرا. هذا حيت هذه النقطه اللي جبتي الا سمحتي ندوزو الارقام راه مهمه. شحال من واحد تيقول لك لا محترف تلعب لا يربعه وتلعب الحد، لا فاش تكون في اوروبا تمشي في ظروف مزيانه تتستقبل استقبال مزيان طياره مزيانه اوتيل مزيان. المصريين عارفين بان افريقيا السفر فيها صعيب
هادشي علاش كاين بوليميك عندنا هنا في المغرب. تيقول لك لا فاش تلعب الوداد برا تدخل خاصها تلعب. مشات في الطياره ومشات مقابل الا محترفه خاصها تلعب. فرنسا داروها دابا. فرنسا داروها. فرنسا داروها مع العلم انهم ممكن تكون يديروا هذه المساله. راه فرقي مارسي راه عاون الفرقي مارسي بزاف ديال تلعب في عصبه الابطال وتجي تلعب ثاني الشامبيون او تلعب ماتش. ودابا هادو هشام جغرافيا لوروب يعني كتقدر تلعب دابا نلعبوا دابا انا وياك من هنا ساعه نكون في بلاد اخرى ما كاينش اشكال. حنا عندنا هنا في الافريك مشكل. صعيب صعيب. إذا بغيتي تمشي دابا للكابون ها هو مونيو. مسافة طويلة. أنت انتوما دو انتوما دوز. الكار اللي تتاخذ بعدا. مسافة طويلة بعيدة. عرفتي ديك الكار ديال الكار اللي تبدي يلعب الكرسي يبدي يلعب بك في الكار. راه واش ساعة ساعة ولا ساعتين راه ماشي 13 ساعة. فهمتيني في الأوروب. راه أقرب مدينة تلقى. لا حيت هاد البوليميك راه كاين ياك خالد. فهمتيني. تبقى تلعب وتجي تلعب عندنا. حنا هذيك كتنوض عليه صداع ماشي غير من المسؤولين. على ذكر مثلا ريكيبيراسيون مثلا ديال اللاعبين ولا المباراه راه حتى المباراه الشامبيونه ديال الاهلي او المواجهه ديال الفروق اللي تيواجهوا الاهلي راه تيتاجلوا لهم الماتشات اخي تيتاجلوا لهم ثلاثه اربعه واحد العام راه تقريبا واحد سته ديال الماتشات ولا اكثر. السادي الماتشات الاكثر باش هما يلعبوا باش يلعبوا في عصبه الابطال يكونوا مرتاحين. ملي تكون انت مرتاح ما عندكش لا شار وما يمكنش تلعب بطوله في نهار مثلا نهار الاربعاء وانت عندك سفر نهار الخميس ولا السبت وخصك تمشي خصك تلعب ماتش عاوتاني نهار لا سافرتي السبت لحد اثنين ثلاثه تلعب اخر تلعب الاربعاء غتجي غادي خصك تلعب عاوتاني حد. اذا يمكن نتمنوا يكون هادشي نراعيو الفروق ديالنا في المشاركات الافريقيه. المشاركات الافريقيه فكذلك بالنسبه للاعبين افضل اللاعبين اللي كانوا البارح في الاهلي المصري محمد ربيعه محمد هاني ومصطفى شوبير في انتظار اللقاء اللي غادي يكون يوم الجمعه المقبل لقاء العوده هذا فيما يخص نصف نهائي تشامبيونز ليغ. غادي نمشيو كذلك منير بالنسبه سان داونز و الترجي لقاء اللي تا هو البارح ما تحسمش هذا مازال ما تحسمش كيما قال لك هو هشام الاهلي في الروتور تتكون قويه في القاهره ولكن بين قوسين بقى المقابله تي بي مازيبي ما يمشوش للسياحه القاهره لكن الترجي ما اقتنعوش بواحد السفر عارفين الاياب يكون صعيب في جنوب افريقيا. كي بانت لك النتيجه البارحه هشام سان داونز ترجي كاين واحد التغيير على مستوى التشكيله. هذاك البرازيلي زوين. مزيان. يان سايس. اللي سجل. سان داونز ترجي. سان داونز سان داونز وترجي البارح رولاني ماكوينا ميغيل كاردوزو هذا هو المدرب اللي ولا المدرب ديال الترجي. شنو رايك في الهدف البارحه؟ كان الهدف نوعا ما رئيس قسم التحرير السي عبدو تواصل معايا قال لي الهدف راه فيه شويه ديال النقاش وهذا عاود تابعته ما كنتش نتابع ديك الساعه المقابله عاود تابعته عاود شفت الهدف الحاله جد دقيقه ليميت ليميت الحاله ماشي سهله الحكم المساعد الثاني كان متموضع مع ثاني اخر مدافع تلعبات بواحد الطريقه اللي سريعه بغاو يديروا خطه ديال التسلل سان داونز انت تدو انا كي تنشوف انا في الحاله باش نقول لك نعم انت شوف انا نعم. تنشوف كمل اكمل كمل باش عندي تعقيب سان داونز شي حاجه ما بانش لك سي مبروك نعم سان داونز زيرو خطه التسلل ما نجحاتش لهم كانت تمريره في العمق انسلال المهاجم ديال الترجي لوبا على حارس المرمى ودخلات اولا فاش لوبا على حارس المرمى كاين واحد لو كونتا لم يرتكب خطا على حارس المرمى ديال سان داونز والمدافع والمهاجم ديال الترجي زيد بالمرفق ديالو كاين المرفق وكاين الذراع وكاين الكتف وكاين المرفق المحسوب المرفق هاو لا هاو كان زيد بهذا اذن راه المشكل اللي كان عند اللاعب مهاجم ديال الترجي هو المرفق حيت الكتف تيبدا من هنا تحت الابط ولكن هو زيد بالمرفق ولكن كاين واحد الرجل ديال المدافع اللي بقات متاخره الا درتي لها بوز اللقطه الفار راجع اللقطه انا مشيت مع الهدف بانه الهدف سليم وتم في الاخير احتساب الهدف فانا تنهنأ بهذا الحكم المساعد الثاني
اللي كان ضابط وكان لاتيرال مع اللقطه، لان لقطه تدرس وناقشناها البارح بيناتنا. اش بالك بيت؟ بيت هو اورجو البيت اللي تماركا هو اورجو، لو ما كانش ظاهر ايمن. نعم ظاهر ايمن من يطلع خلى الرجل اليسرى ديالو، واحد الرجيله فهمتي. فهمتي هو راه الوضعيه ديال اورجو اللي كان فيها اللاعب مهاجم ديال الترجي. نعم ولكن ملي كاين واحد مهرس ليه راه ما كاينش لورجو. لا وكان ما كاينش وما كانش كيرجع لو ما كانش غيكون ايكونوز. لا شوف شويه ما كملش. وقرار مهم لان هو ذاك الهدف هو اللي حسمت المقابله. هي مباراه كانت صعيبه ما كانت سهله، كانت تكتيكيا صراحه سانداوس ياك سانداوس كانوا مركزين على المباراه، كانوا واقفين كيبانوا مسالينش مزيان يعني اللي بغى يكون صعيب. لا شوف سانداوس انا متاكد يعني لعب اليوم الحكم عيسى السي الهي في جنوب افريقيا السنغال. شوف في جنوب افريقيا غيكون ما صعيب عن الترجي في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا غادي يكون صعيب، لاعبين مع فريق اللي صراحه بدا واحد القوه يعني بان يعني. شوف هما غادي يكونوا ان شاء الله هاد يعني هاد السنوات اللي جايه دائما كل عام غادي نشوفوهم يعني في عصبة الابطال، ونقدروا نشوفوهم يعني كل عام نقدروا نشوفوهم في النهائي ان شاء الله. كذلك هذا فيما يخص اللقاء ديال ماميلودي سان داونز والترجي، اللقاء اللي انتهى باصابه للصفر اللي كان عن طريق يانسايس اللاعب البرازيلي في الدقيقه 41. بالنسبه لافضل اللاعبين اللي كانوا في هذا اللقاء هناك حسام تقى من وحسام غاشا ويانساس ادو من عن الترجي، ديفين لونغا وكلوزو مودو و تيم بينكو لورش، هذا بالنسبة لماميلودي سان داونز. بالنسبة لهم يعني كنا كنلعبوا مع جوج ديال الفروق اللي ربما معدل العمر ديالهم يعني فيه متوسط. نعم ولكن الترجي كنت متأكد سي خالد بأن الترجي مستقبلا غادي ترجع بقوة، تيصوبوا في الفريق ديالهم تعاودوا يرجعوا للهيمنة ديالهم، الجمهور ما تخلاش على الفريق راجع بشويه عندهم، ولكن عندهم مشاكل كبيره. وفضل الموضوع اللي دائما ناقشناه يعني بدايه، فلازلنا نتوصل يعني بمستجدات واللي كتزيد تزكي الموقف ديال النهضه البركانيه. فرئيس نادي المحامين من حق النهضه البركانيه استعمال خريطه المملكه حسب قوانين الفيفا. عطا النص لا انا غادي نعطيك دابا وانت غادي تزكي لي هذه المساله هذه. تسمح الفيفا باستخدام عناصر تزيينيه تمثل العلم الوطني وفقا للماده 10.4 من قوانين الفيفا المطبقه على جميع الملابس والمعدات، ويمكن لهذا العنصر التزييني ان يضم معالم تحدد هويه الفريق، وبالاخص يجوز ان يتضمن عناصر من العلم الوطني او خارطة البلد. المادة 10.5 تنص على انه لا توجد قيود على حجم او موضع هذه العناصر التزيينية في زي اللعب. اذا الحجم هذيك الاخرى اللي قلتي ديال الحجم، علاش يركز لك المشرع على الاشهار؟ لك الاشهار تيعطيك الحجم ديالو تيقول لك العبار ديال الاشهار اللي يكون عندك، اما العلم او الراية ليبر ديرها كامل انت. لا كاتبين انت هذه العناصر. هذه العناصر. هذه العناصر اللي ديال الهويه. هذه العناصر يعني جميع العناصر اللي كيتوفر عليها القميص ما كاينش فيها مشكل. اذا على ما اظن واضح. كاف فيفا اش بقى دابا؟ انا قلت لك انا شوف فاش جبدنا الموضوع قلت لك تاكدنا مزيان قلبنا على شي حاجه اللي تتقول ممنوعه. ما لقيناش شي حاجه تتمنع هذا الشيء. فبركان قانونيا فهي عندها الحق تلعب بالقميص ديالها، والبروتوكول غادي يمشي على الشكل التالي: السادسة والنصف التحاق النهضة البركانية بمستودعات الملابس بخمسة جوي التحاق الحكام. ندير واحد الاحتمالات واخا غادي غير الاحتمالات منير مثلا دابا انت كتعطيني البروتوكول العادي ياك. الاحتمالات في حالة
اعطيني هذا الاحتمال العادي ان غدا بتوني في حالتي الا ما كانش لا بلاتي انا نقول لك انا لا خاصو ما كاين توني ما كاينش خاصك تمشي للفي خاصك تمشي صافي صافي هادشي اللي بغيت نعرف وضح لينا السي مبروك غادي يخرجوا السيدي من اللوطيل اللوطيل غيخرجوا مع السوق سمين حيت كاينه 15 دقيقه من اللوطيل لهذا غيخرجوا مع السوق سمين غادي يدخلوا السيدي للمستودعات الملابس غيتعرفوا غيحطوا السيكان ديالهم ويخرجوا يتعرفوا على الملعب شافوه البارح غيعاودوا يتعرفوا عليه يكون عمروه بالماء ولا يكون فيه شي مشكل ولا شي حاجه يديروا واحد لا فيزيت دو ليو وغادي يرجعوا لمستودعات الملابس الكاتب الاداري غادي توصل عند الحكم الرابع ديال المقابله اللي غيكون اللي غيكون في الفار غيكون الكابوني بير اتشو زامبيا ديانا والحكم غيكون عبد العزيز بور وغادي يكون مساعده تياما وجوناثان واحد من بوركينا فاس واحد من طوغو والفار كاين بير اتشو وكاينه زامبيا ديانا هادو اللي يكونوا مع عبد العزيز بو غيتوصل الكتب الاداريه يتوصلوا بواحد جوج كل واحد يتوصل بورقه غادي تكوشي ليا غتعمر لي اللعابه وتكوشي ليا شكون لي تيتولير وشكون لي رومبلاسون وتتعطيها لهم هما الحكام عندهم ديزورديناتور هما المندوب غادي يشدوا هذوك المعلومات وما عندهم الاسماء غادي يبقاو كوش هذا تيتولير هذا رومبلاسون هذا تيتولير هذا رومبلاسون ولا كان شي لاعب ممنوع يلعب هذه المقابله يتم اخبار الفرق بان هذا اللاعب ما خصوش يدخل لهاد المقابله هذه غادي يخرجوا للتسخينات او قبل ما يخرجوا للتسخينات الحكم الرابع غيبغي يمشي يدير المعاينه حيت يمشي الحكم تيمشيو جوج حكام تيمشي معاهم المندوب فين تيمشيو تيمشيو للفيسير هازين الرخص هشام جويعه تما اللاعبين ديال بركان ما غيتقدموش علاش لانه خاصو باش يتقدموا للحكم تولي ما عندهمش يقدم القميص الرقم باش هذاك الرقم يكون يقول لهم ما عندناش توني ما عندناش التوني غادي يخرجوا يسخنوا بركان غادي يرجعوا حيت تقدر ما تسخنش ويجيب لك توني لان لوغ دو ديكلاغي فورفي سي لوغ دو كو دونفوا حتى الثمانية توني ديالي انا راه ما عنديش باقي حتى الثمانية عندك دوي معايا انا شكون الثمانية الليل انا شكون اللي غيجيب لي التوني ها كاين حتى الثمانية شكون اللي غيديكلاري فورفي لاربيتر لو ماتش نو سوغا با جوي حتى لوغ دو كو دونفوا حتى لوغ دو كو دونفوا هو الثمانية نعم مع الحكام يخرجوا يسخنوا كلشي يخرج يسخن الثمانية ثمانية قلق سمي لانهم تيبغيو يخرجوا ديك الكولوار تيعيط على العمداء ديال الفرق بركان ال ديكلا بان الاقمصه ديالها لم تتوصل بهم باقا في المطار والرساله التي تمت مناقشتها بالامس في الاجتماع التقني لم تحترم هي اللي شفتي لها في الاول غيقول لهم هذيك الرساله عند الحكم غادي يرجعوا للفيستير غدير الثمانية غدير الثمانية الحكم غيدخل لا ولكن هاد المسائل انت دابا انت جاي دابا انت كتهضر معايا بالقانون القانون دابا هذا روح القانون لا القانون ماشي القانون هذا القانون ما عنديش انا توني ما عنديش توني ولكن انا جاي انا جيت للتيران جاي باش تلعب جاي للتيران وما عنديش توني هاد المسائل كنقولها ليه ما نقولهاش للحكم قبل ديجا عارفه هو ها هو في الطريق ها هما في الطريق يقول لك في الطريق دخلت مع اش كيكون هاد شي 45 دقيقه تقريبا 45 فهاديك 45 خويا راه ما عندناش التونيات راه غيديكلاريو ما نقول ما جاوب هما جايين هما جايين شنو هما حابسين هما حابسين واحد البراج ديال البوليس هما جايين اذا هنا وصلت 8 ما جاوش الحكم الفا ديكلار بان الماتش ما تلعبش السبب غيدير التقرير بان بركان لم تقدم القميص الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع التقني ولكن كاين السبب ديالاش السبب علاش القميص ما كاينش راه كاين هو الرساله صافي بركان غيرجعوا بركان غادي لا بغاو الاتحاد العاصمي يخليو بركان يديروا واحد الحصه من مورا الثمانيه في التيران كاين شي عاد غاتريني قال لهم المدير ديال الملعب لا غنطفي الاضواء وغادي يمشيو غادي يرجعوا للمطار وغادي يتصلوا بالمسؤولين ديالهم كاين الفول مع شي وياخذوا الفول ويتعشاو ويخرجوا ويرجعوا للبلد ديالهم وغنستقبلهم ان شاء الله ويوجدوا المقابله ديال الاياب ومن هنا الاياب غادي يخرج قرار في غادي تفاليدا النتيجه ديال المقابله اما يعطوك النتيجه ديال المقابله شنو هي النتيجه ديال المقابله هذا هو السؤال عاصمه منهزمه
وبركان منتصره لانها لم تمتثل للقوانين المعمول بها لدى الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. لا قالوا لهم خسرتم 3-0 غادي يرجعوا هنا الروتور بان ثلاثه البيوتا خاصهم بعدا يماركوا لك ثلاثه البيوتا هنا في قالوا لهم راكم خسرتوا 1-0 شوف شحال ديك الساعه غايقولوا لهم. المهم منير الا جابوا لك هما التونيات نعم الا هما جابوا لك التونيات معاش جابوا التونيات لا النص القانوني اش يقول في اها اللي جابوا لك هما التونيات اللي صاوبوا هما لا مزيان 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 فتح معك هو الديبا هذا مزيان مزيان رجع لي عندنا مشكل في المطار الكار ماشي مجوري وقع المشكل في المطار كينحل ناجلوا المقابله 48 ساعه اخرى فورس ماجور حيت يقدر يوقع مشكل يقدر يوقع مشكل في المطار يقول لك السيد اللي جاي في الكاميو تشولي الوايد الله يستر يقولوا شفروا هذاك الخير اللي جاي التونيز شفروا ولا السارقه لا نديروا فورس ماجور ولا تعرضوا لشعلات العافيه في هذاك الديبو اللي كان ماشي مشكل شوف ناجلوا سيدي المقابله شوف ناجلوا لا ناجلوا المقابله 40 ساعه ياك ياك وغادي النهضه البركانيه هذيك الطائره غادي تعاود تسافر الاقميصه في فول سبيسيال وغيتوصلوا بهم وتلعب المقابله نهار الثلاث عاديه عادي راه ماشي ضروري خاص المقابله تلعب اليوم راه نورمالمون لجينا للمنطق لجينا للمنطق واحد النهار فين دار ضعنا في المطار في المطار الماتش خاص يتلعب الاثنين نورمالمون قانونا الرساله ديال البارح كنت نتسنى واحد الجمله في الاخر وتنطلب من المنظمين هذه المقابله تؤجل الى يوم الاثنين ولكن علاش وعلاش 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 ولكن دابا بركان واخذ واحد الخطه استباقيه لان امتى كيمكن شنو هو الدليل الاقصى ديالي يمكن لك توصل فيه البلد لا في ديال الماتش لا 48 ساعه لا وراه مشات قبل ايوا الجمعه والسبت لحد كي الماتش اها ايوا راه هذاك الوقت اللي خاصك تمشي فيه ديما حتى شي يوم ولكن الوداد راه مؤخرا لا شي خسير ديال الفريق هذيك تتزيد اش كنقول لك الفريق مسؤوليته مثلا نعطيك المثال البارسا لعبت لا فينال ما لعبتوش في طنجه جات في نهارها هبطت من الطيارة هبطت من الطيارة مشاو للتيران نهار لعبوه هنا في في طنجة في طنجة إلا خذوا اختيار برشلونة في لاكوب ديالو جاو في نهارهم لعبوه مشاو ولا بغيتي تزيد مثلا واحد 3 أيام ولا 40 تكون عندك أنت من عندك زيد المصاريف تحمل مسؤوليتك ما كيتحملش لك داكشي فكنتمناو كل التوفيق للنهضة البركانية مساء اليوم اللي غادي نبقاو نتابعوا هذا الملف هذا الى ان شاء الله الى كانت كتاب ان الصفيره غادي تكون فغادي تتابعوا معنا هذا اللقاء مباشره وغادي قبل منه غادي يكونوا كل المستجدات ان شاء الله ف تكلمنا على تيبي مازيمبي والاهلي كذلك لاسبيرونس او ترجي تونسي ضد ماميلودي سانداونز شكون اللي كيبان لك يكون في الفينال هشام في الدومي هذا شكون اللي يبقى شكون قلتي كاين الترجي وما ميلودي ساندرز تنجيب كلشي ياك حتى كلشي كتجيبو انت التوقعات ديالي كيتوقع مزيان هذا و... انا قلت البارسا غدا ما دوش هو في اوروبيا انا خليني البارسا انا مازال انا جاي انا وياك بلاتي قلت لي غادي دوز لا اليوم ما ميلودي ساندرز والترجي وتيبي مازيمبي والاهلي شكون اللي غيبقى فينا؟ فينا العربي ولا فينا لا لا غيكون غتبقى الاهلي لا لا سان داونز يتقلب الماتش ليه في جنوب افريقيا كلشي كلشي ممكن انا الاهلي وعقل لا انا هذا الاحتمال عندي انا حتى انا ياك الاهلي سان داونز انا وياك سان داونز سان داونز والاهلي صافي مرحبا انا حيت سان داونز غادا مقلع ما يمكنش مرحبا خويا هشام ما قلتي لينا غير ودا رايي واش ندخل الفرعيه لا خويا قلتي لي زعما كاين لا خويا هشام زعما كاين بحال اللي بنتي لي بغيتي تدوز شي فرقه انت لا ما عندي ما ندوز وانا الغرض ديالي انا بركان كاع خاصها تربح لا دابا هذا راي حنا راه بركان ان شاء الله هي اللي بغيناها تربح نمشيو ل اش بينا حنا وبين هادو كاع السي هشام ما تنساش لينا الكونفدراليه الافريقيه الماتش الاخر الزمالك الزمالك كاين حتى هما ودرامس الغانا اليوم مع الخمسه لعب اليوم صامويل ويكندا من رواندا ومعاه ايفاندينو من انغولا وساماكي من مالي اما الفار غدا تكون الجنوب الافريقي زينيت والجنوب الافريقي توم ابونغي الجنوب الافريقي توم ابونغي هو اللي عندنا الروتور هنا في بركان هو اللي غادي يلعب لينا هنا الروتور الروتور هنا ابونغي هذا كيلعب كيلعب لعب نمشيو نفتحوا باب البطوله الاحترافيه اللي انطلقت يوم الجمعه بالدوره 26 يوسفيه برشيد
انهزم امام اولمبيك اسفي. نعطيو بعدا النتائج ونحاول نناقشوا كل مقابله على حده. تاع طنجه انتصرت على الفتح الرياضي باصابتين لواحده. تعادل سلبي ما بين المولوديه وشباب المحمديه. والوداد كينتصر على حسنيه اكادير. كي جاوك نتائجها منير؟ نعم ف طنجه والفتح يوسفيه برشيد نبداو بالماتش اسفي واسفي yeah. اه يوسفيه برشيد واسفي نعم هذه لعبت الجمعه يوسفيه برشيد 45 دقيقه قبل ما يبدا الماتش هما في القهوه نعم هذه صوره مسيئه لكره القدم الاحترافيه عندما نتحدث علم الطيوح هذه علم الطيوح لا للاسف برافو علم الطيوح تفضل سي انا كنتمنى بان رجوع البويدي غادي تكون الامور الحمد لله بخير لكن تتبان بان هناك باقى مشاكل في التسيير اليومي ديال الفريق فاللاعبين عندما تم فاش فازوا على الماس فاش فازوا على الماس كانت مفاجاه باش تفوز على الماس لان الطريقه باش وصلتي وما ارتحيتيش ودرتي واحد ليفور ودخلتي ربحتي الماس تمت على ما اظن كانوا وعود للاعبين بانه كاين واحد البريم سبيسيال ديال ذاك الماتش تعرف اللاعب المغربي باش يسمع لو بريم خاصك دوز كيوليو فيه جوج 48 ساعه عطيته هو رزقو علاش هذاك البريم راه شدو في السوق راه في السوق قلتي لي 10 درهم فسرها هذه غدا لهنا 2500 درهم للوالده 2000 درهم للوليدات مفرقه قسمها هو في دماغه تيبدا هو يقسم في ديك 10000 درهم بحال البريم دابا اللي شدوا الدراري ديال شوف تيفي ديال اللي داو البطوله باقي جويعه ما شدش البريم وقسموا وشفتيني كاين انا معاك ونساونا حنا اللي شجعناهم في الكوالي مازال عندي جلسه مع السيد المدير على الماتش ربحنا ما كاين ما كاين بصحتهم 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 اسيدي مزيان اذا تن سميتو برشيد على ما اظن صعيب 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 بعد ما انهزمات مع اسفي وربحت طنجه وهذوك التعادل ديال الشباب محمدي وجد لان النتيجه كانت منتظره ديال اقتسام النقاط ديال وجده وهذا اذا برشيد غادي يعانيو اكثر في هذا الشهر اللي باقي بقى شهر ديال الكره خط اربعه ماتشات نفسانيا ما واجدين ما كانش اربعه الماتش يديرهم في سيمانه شكون هاد اربعه الماتشات شنو يديرهم اثنين ثلاثه اربعه خميس سيمانه يلعبوا ويدخلوا كلهم كونسونتراسيون ويلعبوا في مركز محمد السادس يهنيونا الله يهديك مشوا ارتاحوا اما اسافي دائما في غياب المدرب لان زكريا عبوب من نهار دفع شهاده طبيه ما عاودش رجع الفريق في غياب بلاغ للنادي اولمبيك اسافي في بلاغ من او توضيح من طرف زكريا عبو فالمساعد هو الذي يقود الفريق ينهزم وينتصر انتصر الان على برشيد الرتبه الثالثه بقى صعيب على اسافي لان كاين واحد الهويه اللي هو بينه وبين النهضه البركانيه لكن كل شيء ملعوب على ديك الرتبه الثالثه لان فاش انهزمت صافي لاشات الثالثه ما نظنش الثالثه بقيت بالبركان واسف دابا الفتح والوداد شويه 43 بلاتي دابا شحال كاين دابا 37 دابا كاينه 61 الجيش 57 الرجاء بركان عندهم 43 باقي ما لعبوش الدوره هذه باقي ما لعبوهاش الدوره ما يلعبوهاش ما يلعبوهاش الوداد عند 40 باش بالرباح مزيان شحال بقى ثلاثه نقاط مع بركان مع بركان هو اسفي فاش اسفي 37 لا خسرات دابا اسفي 37 لا اسفي ربحوا 37 والفتح انهزموا مع طنجة 39 اذا الوداد دابا طلعت الكاتريام بلاص استفدت من هذا الدور الوداد لا بغات تبقى على ديك الثلاثه خاص بركان تخسر لا واحد الماتش ولا جوج والوداد ما تخسر حتى ماتش خص الوداد ما تخسر حتى ماتش رغم بان بركان عندها لاجوندا شويه عامره باقي لها الماتش ديال لاكوب باقي لها الروتور ديال اتحاد العاصمه اذا بركان البروغرام ديالها هي الوحيده اللي عندها البروغرام باقي عامر اتحاد طنجه مع الفتح كيبان لك يعني مفاجاه جوج لا طنجه والفتح طنجه شوف طنجه كانوا تحت الضغط ما عندهم غير الفوز فهمتيني الفتح ما كاينش هذا اللونجاج ديال ما ربحتش غادي هذا ولا ما خسرتش وهذا تيمشي نقولوا اللاعبين اليز ولكن باش الفتح لا شتي غير ثلاثه الدورات ولكن اليز كنقويوها على الفتح حنايا اليز الكلاسمون ديالها الكلاسمون هو اللي خلاهم اليز
لا طالعين ما نازلين حيت الا بغيتي دير انا فهمت حيت فهمتك حتى بغيتي كاع دير بطوله خصك تجيب لعابه بالفلوس علاش ملي تنقولوا بعض الخطرات حنا كمحللين وانت كصحفي راه انت تشير ليه راه اليز ما عندك جمهور ما عندك ضغط عندك غير شويه ديال النتائج سواء ربحتي سواء ما ربحتيش ديما دايز نضرك انت راك ما عندكش ضغوطات واش فهمتي وفهمتينيش لا سمحتي نرجعوا للماتش ديال اسفيو تفضل تفضل اها بعد البيلانتي بعدا انا ما فهمتش ذاك اللاعب كيفاش دار البيلانتي سامح لي هذاك البيلانتي الكره كان عنده حلول اخرى باش ما يعرقلش اللاعب هذاك بوحدو هذاك انا ما قدام القزاز دار لي باك دار لي القزاز بيلانتي لا لا وين انت كمدافع دابا انت شتي دابا هذاك اللاعب اللي طاح شتي هذاك اللاعب اللي دار في حقه الخطا هو براسو ما كانش داخل باغي يدير بيلانتي حيت هذاك المدافع عنده عده حلول باش يحيد ديك الكره ما كانش شي حاجه اللي صعيبه واه كاين مشكل بزاف ديال لا ولكن التحكيم في هذه المقابله كانت تبارك الله لا قزاز والفريق كان ثنائي زوين لا على بالنسبه للمساعدين لي اسيستون لي اسيستون اللي كانوا مع سمير كان حمزه يكن والبوشتاوي والبوشتاوي نعم كانوا حيت البرنسي كان في الفار كان رخيص مع رضوان جيد مع رضوان جيد كان كانوا في الفار فكان كان يعني لون بلاسمون كان لون بلاسمون ديالو سمعتي قبل ما تعطي الكلمه للسي هشام فبرشيد واسفي لعب ليه القزاز والفريق وبرشيد نهزمت بواحد الصفر طنجة جوج لواحد مع الفتح الرباطي الكشاف والتمسماني في الفار وجد المحمديه 0-0 وجيد رضوان والرخيص في الفار والوداد انتصرت على الحسنيه بوشرى كربوب وبلوط في الفار بلوط في الفار تفضل سي هشام بغيتي تقول لنا على اسفي وبرشيد اسفي لا غندوي مثلا المقارنه ديال الموسم اللي فات وهذا المستوى ما نقولش لك انا اولمبيك اسفي تراجع المستوى رغم المشاكل رغم المكتب المصري رغم الرئيس اللي وقعوا لي مشاكل كذلك المدرب يعني بدا كان مدرب اخر يعني غادر وجاء يعني زكريا عبوب ما نقولش لك دابا تامل الكرما دابا ربما هو اللي غادي يكون مدير مشرف عام احسن حاجه الفرقه ولد الفرقه والمستوى اللي ظهر به يعني في نهضه بركان ولا ملي كان مدرب ولا قبل كان مدير تقني يعني طلع بعض اللاعبين اللي ديال لي سبور لعب طلعهم ليكيب بروميير المهم نتمنى لي التوفيق مع اولمبيك اسفي وهذا هو الدومين اللي خصو يمشيو فيه يعني ما كناش كنا قاسيين عليه بكل صراحه ولا المكتب المسير ديال نهضه بركان كانوا قاسيين شويه على امين كرما على العموم امين كرما يعني اللهم يخدم الفريق ديالو يلعب فيه وتربى فيه كما قلت لك المستوى تراجع ديال اولمبيك اسفي ما نقولش تراجع يعني 100% لكن العام اللي فات كنت انت مع طارق مصطفى المدرب السابق او المكتب الحالي راه كنت يعني انت الرابع اليوم مركز الخامس انا بالنسبه لي نتيجه ايجابيه بالنسبه لاولمبيك اسفي انا نشوف في الرجل ديال برشيد يعني دوزيام ديفيزيون بغيتي ولا 19 نقطه بغيتي ولا كرهتي 19 نقطه باقي لك 4 ديال الماتشات باقي لك ماتشات صعاب من المحمديه عند 24 ل 19 نقطه برشيد سوالم حتى هما يعني في المركز الاخير يعني الحسنيه ب 27 مازال ما اسيور لا انا شوف الحسنيه نقول لك انا نقول لك صوفات ب 27 لا صوفا راه لعبه مع الجيش لا شوف راه خسرات مع الوداد لعبه مع الجيش قال لك جوج ماتشات تربح واش ما تكونش مقابله صعيبه على الجيش لا هي صعيبه على الجيش المحمديه مع من اللعبه شوفوا المحمديه مع من اللعبه شوف انا نقول بالنسبه سميتو سميتو حسنيه المحمديه والجيش الحسنيه والجيش ماتش انا بالنسبه لي ديال الجيش خاصها تربح الحسنيه تنعرفوا حتى المشاكل ديال هذه 3 سنين المحمديه لعبه مع التوارقه ماتش ماشي سهل دابا انا كنشوف مع الحسنيه مع الجيش زيد السوال مع وجده هذا برا والتيطوان مع برشيد تيطوان يعني باش تقول لي الحسنيه صوفات مازال 27 هو تغدى هشام الله يبارك 27 هو حتى طنجة مصوفيات عندها 28
عندها 28 طاري. تا هما مازال ما صوفاوش. خصها جوج نقاط او 30 نقطة. 31 نقطة باش تصوفي هاد العام. حسابين تصوفي 31 32. تخسر طنجة دابا هاد السيمانة هادي وتربح أكادير ولا تربح ولا تربح المحمدية. شوف أكادير أنا أكادير تصوفي. أكادير حسابيا حتى لي كاليتي ديال لي جوار صراحة عندهم راه المباراة دابا بحكم أن كتبان لك يوسفية برشيد بعيدة يعني بربعة نقاط على المركز خمسة حيت دابا كاينين جوج عندهم 23 غيبقى الحساب ما بين السوال خاصهم غادي يكملوا النتائج دابا السوال مازال ناقص لها ماتش خاصهم يكملوا الماتشات ديال اليوم يكملوا الماتشات يكملوا الماتشات واللي المهم اللي مهم في مؤخرة الترتيب هو ماتش ديال السوالم اليوم مع توربة اليوم سوالم لان سوالم خاص سوالم خاصها تنتصر باش تبعد من هذه الحسابات هذه سوالم نعم نمشيو للقاء كذلك اللي كان ديال الوداد رغم بان هناك من يقول بان السوالم غادي تنزل على الوراق لانه كيتشار ولكن هذا الشيء غير منطقي وغير قانوني اللي بغى ينزل شي واحد خاصو حتى العام الجاي ان شاء الله عاد باش تقول ليه العام الجاي اللي ما عندوش اما باش تقول لي انا دابا انا بادي ما يمكنش ما تطبقش اي شي حاجه وانا بادي فيها ما يتقبل حتى واحد عام جاي ممكن الوداد الحسنيه كي جاتك الوداد البارحه هشام انا عجبوني الحسنيه اول حاجه باش نقول لك صراحه عجبوني بالاداء بالطريقه بالاسلوب اسلوب ديال المدرب اللي بكل صراحه صراحه هاد المشاكل اللي تتعيشها حسيت اكادير باش نكونوا واضحين هاد المشاكل ماشي ديال اليوم ولا ديال هاد العام هادي ديال 3 سنين وهي الحسنيه تتخبط في المشاكل وتتخبط ديال النتائج والمكتب المسير والناس المسؤولين والناس اللي تيغيروا على الحاسب الاكاديمي عارفين هذا المشكل ماشي ديال هذا العام يعني ديال واحد 3 سنين ولا 4 سنين وهي تتخبط ارجع للمباراه مباراه صراحه كانت تكتيكيه بالنسبه لسكيتيوي عرف يوقف اللاعبين ديولو برومي با كانوا مزيان ولو تسجل عليه الهدف من تسجل الهدف الوداد سجل الهدف يعني سجل المارك اللي ماركا البيت اسماعيل احداد من بعد ما بقيناش نشوف حداد اسماعيل حداد ما بقيناش نشوفوا يعني فراس واش غيماركيو الوداد ولا ما غاديش يماركيو الوداد في دوزيام ميتا صراحه دوزيام ميتا اللي كانت اللي عجبتني انا بزاف من ناحيه الحضور ديال اللاعبين ديال حسينت اكادير اللي كانوا صراحه كانوا وصلوا بزاف البوطو وصلوا بزاف من تيليا كتهضر على حسينت اكادير ما عجبوكش الوداد البارح لا ماشي انا تنهضر انا غنهضر على الوداد اها واش بغيتي نهضر نقول كلمه للوداد نقول لي الحسنيه انا ملي سويت قلت لك كي جاتك الوداد قلت لي الحسنيه عجبوني بزاف البارح عجبوني كانت عندهم كانوا عازمين ما كانت عندهم واحد التخوف من اللاعبين ديال الوداد انا بغيت انا نرجع لك داكشي اللي بغيتي انا اللي بغيت داكشي ديك الشخصيه ديال حسن الكادير او اللاعبين ديال الحسيت اكادير بغيت نشوفها في اللاعبين حيت دوزيام ميطا راه كان الماتش غادي يكون تعادل راه باني كوكوندي ولا هذاك المهاجم كاتالوندي كاتالوندي كوندي ولا هو هذاك هو هذاك ما كاينش مديزا واش غادي ما فهمتينيش راه دا راسو في البوطو لو ما كانش سميتو المدافع راه كان يكون الهدف التعادل ربما كانت مباراة تسالي بواحد واحد انا بغيت نشوف اللاعبين يكونوا احسن ويكونوا افضل رغم المكتب المسير على راسهم مجيد البرناكي جلس مع اللاعبين وبغى كانت موتيفاسيون دار تحفيزات للاعبين على اساس في جميع المقابلات خصهم يربحوهم ويفوزوا فيهم ويتسناو نهضه بركان يعني تنهزم في مباراه او جوج ديال المباراه باش على الاقل تكون في المركز يعني المركز الثالث على العموم المكتب المسير دير الدور اللي خصو يدير اللاعبين البارح صراحه ولو ربحوا صراحه انا ما عجبونيش بعض اللاعبين اللي بكل صراحه المدرب مازال يعني تيوجد كما تنقولوا راه شفنا تحت ابو الفتح اللي كان غاب على الميادين على دخل البارح يعني دخلوا باش يدخل في داك يدخل في سميتو يدخل في المنافسه ويزيد يتعرف عليه ويزيد يشوفه مازال المدرب تيكتشف مازال المدرب اللي مازال تيشوف اللاعبين مع العلم عجبو احداد اسماعيل حداد عجبو يعني عجبو البارح ومع العلم كيبان لي هذاك مسيني يعني الصديق صور النهائي ديال الموسم غيسالي العقد مع نادي الوداد بالنسبه للاعب اسماعيل غزاوي هذاك لاريير دروا اوي كان مزيان ديال الوداد كان مزيان دفاعيا انا بصراحه عجبني بزاف عرف كيفاش
يدبر الامور ديالو من ناحيه الهجوميه ومن ناحيه الدفاعيه حتى خروج الكره يعني من الرجل ديالو ما دارش اخطاء ما دارش اخطاء كثيره. حيمود كان مزيان حتى هو كان مزيان في وسط الميدان الدوري ولكن مازال خصو يخدم مازال حيمود يدير واحد عام ولا عامين خصو يرجع المنافسه ويتحمل المسؤوليه وهذا الشيء كنا قلناه ونعاودوا نرجعوا نقولوها هنا انا وياك كنا قلنا شوف حيمود غياخذ واحد التجربه بحال ملي خدا كابيتان ديكيب سميتو مشات ليا السميده ديالو جبران ملي كانوا معاه لاعبين كانوا في الروبلاسو ولكن ملي مشى وخدا الرسميه تبارك الله بدا عطى مستوى دار مستوى عالي في وسط الميدان داكشي اللي بغينا حنا حيمود ياخذ التجربه ديالو وبديك التجربه ديالو مع اللاعبين والمباراه اللي لعب والبطولات اللي دا يعني خصو يكون حسب فهمتي فهمتينيش فهمتك هذا الفوز هذا غادي يزيد يعطي واحد عطى الوداد انه ملي وصل بعدا اموان مادام كيف ما تبعتي منير ان البرناكي حاول يبرك مع اللاعبين ويحفزهم يعني القضيه غادا تال دوبل بريم وداك الشيء غادي كيطلع يعني اموان باش يحفظوا ماء الوجه ديال الوداد في هذا اللقاءات مرحله انتقاليه صعيبه وغالبا اللاعب المسؤولين ديال الوداد يفكرون في المستقبل وخاص واحد الاداره تقنيه تكون اداره تقنيه باش تعاون بالعسكر باش يوجدوا اللائحه اللي تغادر واللائحه اللي تجي لان الموسم المقبل يجب التفكير فيه من شهر ابريل وشهر ماي باش تكون الامور مزيانه تم لا كونسونطراسيون اللي غادا ندير لا كونسونطراسيون نعرف لا دات فين نمشي ونعرف الدوله اللي غنمشي ندير فيها كونسونطراسيون باش نوجد لموسمين جيد جيد. بالنسبه لهذا غادي نحاول نعطي نذكر بالنتائج ديال هذه الدوره اللي انطلقت يوم الجمعه. يوسفيه برشيد كتنهزم امام اولمبيك اسفي باصابه لصفر. تاع طنجه كينتصر على الفتح الرياضي باصابتين لواحده. مولوديه وجده تعادل صفر لمثلي امام شباب المحمديه. والوداد ينتصر على حسنيه اكادير باصابه لصفر. اللقاءات ديال اليوم غادي تكون ابتداء من الساعه 5 على الاتحاد الرياضي التروقي امام شباب الرياضي السالمي. الجيش الملكي هذا لقاء اللي كاينين لقاءات قويه اليوم بزاف واللي ربما غادي تكون ضغط على البرمجه تاع الاخوان معنا هنا اللي غادي يكونوا يعني في النقل المباشر. ولكن رغم هذه الرزنامه ديال هذه المقابلات فغادي تتابعوا معنا كل المستجدات. كاين الجيش الملكي والمغرب الفاسي ابتداء من 7 نهضه الزمامره والرجاء غادي يكون ابتداء من الساعه 9 ليلا. هذا ما كينسيناش لان اليوم غادي يكون كره القدم الفينال داخل القاعه كل توفيق للمغرب ضد انغولا ان شاء الله اليوم. وليدات الدكيك اليوم بعد ما ضمنوا يعني البقاء التاهل ديالهم الى كاس العالم ان شاء الله اليوم نحتفلوا بالتتويج. لقاء ديال النهضه البركانيه واتحاد العاصمه وكذلك الكلاسيكو اللي تاهو غادي تنقل اليوم. نمشيو نعطيكم كذلك النتائج ديال القسم الوطني الثاني. فكذلك تجراو 4 ديال اللقاءات. فجمعيه سلا انتصر على سريع واد زم باصابه لصفر. شباب بن قرير كيتعادل امام شباب اطلس خنيفره 1-1. وداد فاس كينتصر على الراك بثلاثه الاصابات لواحده. اولمبيك خريبكه كتنتصر على ستاد ماروكان ب 3-1. فللاشاره بالنسبه للقسم الوطني الاول لمقابله النهضه البركانيه والمغرب التطواني فلحد الساعه غير مبرمجه. كيبانوا لك النتائج هشام؟ جمعيه سالا كتنتصر على واتزم. جمعيه سالا التي تعاني في الترتيب. شوف اول شيء نتيجه ايجابيه ديال سلا كنعرف الوجود ديال المدرب سمو محمد سهيل رغم يعني المركز الاخير يعني الفريق هذه مغامره. انا بالنسبه لي سهيل ولكن تحدي مع النفس ديالو مزيان كاين المدرب اللي ما تيخافش كاين المدربين اللي بكل صراحه تيبغيو يمشيو واحد الفريق اللي تيكون يعني حتى الجو رائع يعني الامور مزيانه خصو يخدم في ارتياح يعني مزيان نشوفوا مثلا ولو فريق يعني اخر خصك كمدرب خصك تحمل المسؤوليه كمدرب خصك تعرف باللي يعني اي حاجه خصك يعني تخدم فيها انت كمدرب ما يمكنش هنا نبقاو نختاروا
نختاروا يعني الفريق اللي غيكون يعني مرتاح، الفريق اللي ما عندوش مشاكل، تنضم في جميع يعني الفرق. لا حتى البطوله الاحترافيه راك شتي من البدايه ديال الحلقه ودوينه ربما على البطوله الاحترافيه فيها مشاكل، يعني حتى الدوزيام ديفيزيون شفنا فيه يعني مشكل، ولو كما قلت لك الفريق يعني الاخير يعني اول اللي يمكن اول انتصار مع الجمعيه السلوية، نشوف يعني واش البقاء واش غيقدر يبقى ولا ما غاديش يبقى، واش غيقدر يبقى ولا ما غاديش يبقى، غتبقى هذا يعني في المباراه اللي جايين هما اللي غيحكموا على جمعيه السلا واش غتبقى ولا ما تبقاش. ولكن الفوز انا بالنسبه لي فوز يعني يقدر يموتيفي اللاعبين ويموتيفي حتى المكتب المسير على وكذلك المدرب. كذلك هشام كاين شباب بن قرير عبد الرحيم السعيدي تعادلوا مع اطلس خنيفره، وداد فاس كتنتصر على الراك. وداد فاس المركز الاخير هي والراك اللي عندها يمكن 20 ديال 20 نقطه لما خاطنيش الذاكره حيت ما طليتش وما شفتش فهمتيني، انا درتها معينه فهمتيني عطيتيني نتائج. وداد فاس حتى هما تيعاني، وداد فاس اللي ربما مشكل عندهم مشكل داخلي يعني وسط المكتب. لا غنديروا واحد مقارنه بين وداد فاس وراسين البيضاوي، غنلقاو راسين البيضاوي احسن وافضل من ناحيه الاسلوب، من ناحيه السير ما كاينش فيها القيل والقال كنعرفوا يعني. وداد فاس دابا في المركز في المركز 12 وسميتو الراك في المركز 20. 14 ب 20 دابا 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 هما خسروا بقاو في 20 دابا دابا اليوم اتفاق المراكشي وجمعيه سلا في المركز الاخير 17 نقطه. الاتفاق المراكشي باقى اليوم عنده مقابله باقي، لان باش حيت بحال الدوزيام ديفيزيون تقسمات على جوج. دابا كاين دابا اولمبيك خريبكا 3-1 مقسوم على جوج، لان اللقاءات اللي كاينه اليوم هشام كاين الاتحاد الاسلامي الوجدي والنادي المكناسي مقابلات القمه. الاتحاد الاسلامي الوجدي اللي غيفوز هو اللي غيكون هو اللي هو ما بانش بان راك نهارت مع الواف، لان 3-1 ربحتي راك ربحت خريبكا فراسين دابا مشات وخسرت 3-1 مع وخريبكا ربحت الراك ربحت ستاد ماروكان اليوم. نعم لان هذا كان باراج، لان الوف كان عليها خاصها تربح باش تهرب واحد شويه، لان دابا الوف ولات في الرتبه 12 عندها 25 نقطه. نتائج سينويرا انا غادي كانت شويه نتائج اللي فيها شويه ديال المفاجاه. فمثلا مثلا خريبكا ربحوا ستاد ماروكان، خريبكا بما انهم انهزموا الاسبوع الماضي دخلوا الملعب ديالهم وعاودوا ريكوبيرو، ولكن الراك انهارت 3-1 ما شفنا المقابله ما تابعناهاش، ولكن 3-1 تتبان بان الوف سيطرت بن قرير مع اخرين فرا 1-1. فسلاوة الزم اللي انتصرت 1-0 هذه المقابله لعبها المتمني، بن قرير تعادلت مع اخرين فرا 1-1 المقابله لعبها بول الفيض، الوف والراك 3-1 الوف لعبها زرزاي من طنجه، خريبكا 3-1 مع ستاد ماروكان الحكم مستحسن من الشاويه. اذا في انتظار اليوم الاتحاد الاسلامي الوجدي ضد النادي المكناسي، هذا كان ماتش ديربي يا خالد. شنو الاتحاد الاسلامي الوجدي مقابله القمه في الرتبه الثانيه، لان غادي نشوفوا اليوم 42 مع 37 الاتحاد الاسلامي عنده 37 والكوكب تا هما عندهم 37. غادي نشوفوا اليوم دفاع الحسني الجديدي مع اتفاق المراكشي المقابله تلعب ويكلوها هنايا دفاع الحسني الجديدي واتفاق مراكش. الاحداث اللي طرات حتى خنيفره السنه الجايه عندها ويكلو لان عندهم احكام بين جديده وخنيفره. رجاء بني ملال مع اولمبيك تشيره حتى هو ماتش. رجاء بني ملال كيبان لي انا صعيب الكوكب على السعوديه، الكوكب دخل المسيره بعد ما انهزمات مع هشام اللويسي الاسبوع الماضي، الكوكب وضيع ركله جزاء وشباب المسيره. شكون الكوكب؟ الكوكب مع دشيره ضيعوا بيلانتي جوج لواحد جوج لواحد شباب المسيره. بالنسبه لي هادو اللقاءات اللي غادي تجراو اليوم كلهم ابتداء من السبعة العشية من غير بني ملال وتشيرة مع الخمسة. بني ملال وتشيرة مع الخمسة ومزيانة هذه ديال السبعة كاينة الإضاءة، تنعرفوا بأن وجدة الملعب غيكون مملوء، غادي يكون منتظر مع السبعة لأن الاتحاد الإسلامي وجدة عنده الجمهور ديالها. تيلعبوا تما في الملعب نعم ديال وجدة. لا ما تيلعبوش في الملعب ديال وجدة، لعبوا في الملعب ديال وجدة على قبل الفار. انقاد لعبوا على قبل الفار.
في الماتش ديالهم ديال الفتح لان كان مفروض عليهم يلعبوا معاهم كيلعبوا في انج عندهم الملعب البلدي ديالهم انج وغتكون مقابله زوينه مع الكوديم ما كاين حتى شي بلاغ تمنع الجمهور ديال الكوديم باش يحضر الوجده اذا حتى الكوديم غادي يجيو بواحد العدد مهم لان حتى مكناس وقع عندهم شي ويكلو في تيرانهم وكاين الاتحاد الاسلامي الوجدي علاش ما تيلعبوش في الملعب الكبير عندهم تيرانهم ما طلبوش غير ما طلبوش عندو فرقه مزيان عندو وتيران كيلعبوا في تيرانهم فبالنسبه للترتيب ديال القسم الوطني الثاني النادي المكناسي دائما ب 42 نقطه في صدارات الاتحاد الاسلامي الوجدي 37 نقطه الكوكب المراكشي توا ب 37 نقطه الدفاع الحسني الجديدي 36 نقطه رجاء بني ملال 32 هو اولمبيك خريوكا ستاد المغربي ب 31 اطلس خنيفرة واولمبيك الجزيره 27 نادي بن قرير 26 مع شباب المسيره وداد فاس 25 سريع واتزم 21 الراسينغ الرياضي 20 اتفاق المراكشي وجمعيه سلا 17 يعني مشكل ديال الترتيب والجمعيه السلاويه هذا يعني باعطاء الترتيب ديال القسم الوطني الثاني كنوصلوا لنهايه هاد الصبيحه ولا هاد المورنينغ غادي يكون عندنا بعد قليل كذلك متابعينا الكرام غادي تتابعوا معنا تشكيله الشوف سبور اللي غادي نحاولوا نناقشوا فيها التشكيلات اللي يمكن اليوم يتم الاقحام ديالهم في اللقاءات المهمه كل من الكلاسيكو ريال برشلونه وبركان والجيش والرجاء وكذلك غادي يكون عندنا حلقه دوليه هذا فيما يخص الفتره الصباحيه وغادي تتابعوا معنا لاغري ديالنا اللي غادي تكون فيها بزاف ديال اللقاءات اللي غادي يتم النقل ديالها تفاعليا شكرا هشام شكرا لك خليل شكرا سي منير مبروك كذلك اللي نشتي معنا هذه الحلقه ديال اليوم وعطيتينا الاضافه شكرا كذلك لاسامه اللي كان معنا من اجل تامين البث المباشر ديال هذه الحلقه كنشكركم متابعينا على المتابعه ديالكم وعلى حسن الاصغاء على امل اللقاء بكم في مباشر اخر هذا خالد نورك يحييكم الى اللقاء